door is what you're looking for. Flower child, you're born to run, following the western sun. And when you find a place you're looking for, maybe you will finally settle down. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج جواد صقر على قناة النادي الأهلي. أكيد طبعا أسبوع كان مليء بالأحداث ومليء بالكواليس ومليء بالانتقالات. يمكن آخر يوم انتقالات كان فيه أحداث مهمة جدا، أحداث على الساحة الرياضية سواء في الدوري الإنجليزي أو الأسباني أو الإيطالي والألماني والفرنسي، على كل ما يخص الكرة العالمية. هنتكلم على أخبار محترفين المصريين سواء في الدوريات الأوروبية أو في الدوريات العربية. أكيد احنا عارفين ان احنا الأسبوع ده كان فيه أكتر من مناسبة وأكتر من مباراة، سواء في بطولات الدوري أو سواء في بطولات الكاس. كمان خلاص قربنا على الشامبيونز ليج والبطولة المحببة ليكم، يمكن من وجهة نظري أنجح بطولة على مستوى العالم. أعتقد إن حاجة يعني بطولة زي الشامبيونز ليج دي يعني ممكن ناس تعتبرها أمتع من كأس العالم، عشان بيكون فيها أندية قوية جدا، بيكون فيها نجوم وملايين ومباريات واستادات، وطبعا يعني كل الدعم بيكون لبطولة الشامبيونز ليج. فبالتالي هنتكلم برضو على ماتشات الشامبيونز ليج. اكيد يمكن النادي الاهلي كان بيلعب من شويه طبعا مباراته في السعوديه امام فريق الشباب في اعتزال الكابتن فؤاد انور، والنادي الاهلي كسب ب1-0. يمكن كان في يمكن تويته حبينا ان احنا نتكلم عليها ونعرضها، تكون اول حاجه معانا في البرنامج عشان توضح بعض النقاط اللي طبعا كل الجمهور الاهلاوي كان مستنيها، واعتقد ان هي طبعا من معالي المستشار تركي الشيخ، وتظهر امام حضراتكم على الشاشه. اتكلم فيها وقال طبعا للاحباء في اداره النادي الاهلي وجماهيره العريقه، تاكدت ان ما جرى خلال الايام الماضيه كان نتيجه محاوله من لا يريدون للنادي ولي لاستمرار العلاقه بعد ان شاهدوا حجم الفوائد التي تمت بتوفيق الله للجميع. اقول ساظل وكل اعضاء مجلس اداره الذين اعتز بهم كثيرا في علاقه ناجحه ومتميزه لمصلحه الكيان الكبير القلعه الحمراء. اعتقد طبعا ان تويته زي دي طبعا يعني جت في وقتها عشان ترد على كثير جدا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي التويته اللي معالي المستشار تركي الشيخ طبعا كان حريص جدا ان هو يكتبها ويعرضها عشان يوضح وجهه النظر اللي كان طبعا كانت لازم تتقال في الوقت الحالي. اكيد طبعا يعني شفنا تعاون كبير جدا من الجماهير، وعن الاشاده اللي شاد بيها الكابتن محمود الخطيب بعد المباراه، وقال ان انا مبسوط جدا من العلاقه اللي ما بين الجمهور المصري والجمهور الاهلاوي وعلاقته بطبعا الجماهير العربيه والاشقاء العربيه. وزي ما احنا قلنا كانت تويته مهمه جدا، وطبعا طبعا معالي المستشار هو واحد من محبي النادي الاهلي، واحد حريص جدا على توطيد العلاقه ما بين النادي الاهلي وما بينه. طبعا هو راجل اهلاوي صميم، فنتمنى ان شاء الله ان شاء الله
تكون العلاقة دائمة في حب وسلام. وطبعا كل التوفيق لمعالي المستشار وللنادي الأهلي. نروح لدورياتنا العالمية ونروح للدوري الإنجليزي. أول مباراة، مباراة ليفربول وهادرسفيلد يونايتد، واللي خلصت بفوز ليفربول 3-0. أكيد محمد صلاح شارك في المباراة وكمان سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء. محمد صلاح بيجيب الهدف رقم 86 في مسيرته في كل البطولات وكل الدوريات برجليه الشمال. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده الهدف الأول، جه طبعا عن طريق أمريكان. يعني مباراة كانت قوية زي ما احنا قلنا. طبعا أمبتشان جاب في الدقيقة 26 الهدف الأول، بعديها طبعا روبرتو فيرمينيو في الشوط الأول طبعا قبل ما الشوط الثاني يبدأ، وأعتقد كان هدف مهم جدا. بتلعب خارج ملعبك، بتلعب مباراة يمكن ليفربول خسر في الكاس وخسر في الدوري، خسر من سوانزي، خسر من ويست بروميتش، وهنتكلم على مباريات الكاس، لكن كان فوز مهم جدا. كمان لحسن الحظ ان فريق تشيلسي بيخسر من بورنموث، فبالتالي بيتعادل ليفربول في عدد نقاطه. ده هدف محمد صلاح. مومو محمد صلاح طبعا اللي بنعتبره واحد من نجوم المصريين في الدوري الانجليزي. بالمناسبه محمد صلاح زي ما احنا قلنا 86 هدف برجليه الشمال، اول ركله جزاء يحرزها مع ليفربول. لكن الجميل ان احنا نشوف ازاي الجرافيك، ازاي جمهور ليفربول حط صوره لمحمد صلاح في مدينه ليفربول. اعتقد ان هي لفته طيبه جدا من الجمهور، وبالتالي زي ما احنا عارفين ان انت كمصري، وطبعا تكون يعني طبعا احنا عارفين عدد المصريين اللي بيشاركوا وبيبقوا موجودين في الدوري الانجليزي عدد قليل، يمكن 5 لعيبه. لكن يعني زي ما حضراتكم شايفين قدامكم دي جرافيك اتعملت، يعني صوره اتعملت لمحمد صلاح في مدينه ليفربول. ده يدل على مدى الحب اللي موجود ما بين جماهير ليفربول ومحمد صلاح. لكن قبل ما نروح طبعا لفيديو تاني لمحمد صلاح ونوري الناس مدى الحب اللي موجود ما بين الجمهور وبين اللاعب، نتكلم على تصريحات يورجن كلوب ونقول ان الصحافه انتقدته بعد هزيمته في الدوري امام سوانزي وهزيمته في الكاس الاخير امام ويست بروميتش، وكان كل مباراه بيطلع فيها بيتكلم على حاجه معينه. طبعا هنا طبعا ايكو الانجليزيه بتقول ان يورجن كلوب هنا بيلوم الجو او بيلوم ان الملعب كان ناشف، فبالتالي حجه مش مبرره بالنسبه للصحافه الانجليزيه. في تصريح تاني ايضا ان يورجن كلوب بيتكلم ايضا وبيقول ان هو الجو وحش، يعني هنا انتقد طبعا سوء ارضيه الملعب، وبالتالي هيكون في خبر تاني او في صوره تانيه هيتكلم فيها على طبعا الجو. يعني هنا بيتكلم على الرياح، يعني بيتكلم على بليم ذا ويند، يعني بيلوم الرياح في مباراه ليفربول امام ساوثامبتون. فبالتالي كل مباراه بيخسر فيها كانت الصحافه مركزه كويس قوي مع يورجن كلوب، علشان بعد كل تصريح بيطلع او كل خساره مباراه بيكون فيها يورجن كلوب بيطلع يصرح بيقول ان كان في عامل من العوامل الطبيعيه كانت سبب في الخساره. ما اتكلمش على اللاعبين، ما اتكلمش على طريقه ادائه، ما اتكلمش على اي حاجه. برضو لسه معانا التليجراف، دي طبعا من اندبندنت. طبعا التليجراف بتتكلم وبتقول ان هنا نفس القصه في خساره الاف اي كاب، ان يورجن كلوب برضو طلع واتكلم بقى على الـ على الـ على الـ على الجو بشكل عام، ان السبب خسارته في بطوله الكاس امام فريق ويست بروميتش، واللي هنتكلم عليها طبعا، وهنتكلم على نجمنا المصري احمد حجازي وتالقه وانتقال علي جبر. يمكن دي كان ابرز التصريحات اللي موجوده في الصحافه الانجليزيه اللي انتقدت يورجن كلوب في الايام الاخيره، وطلعت بعديها بعد ما قدروا ان هم يجمعوا عدد من التصريحات اللي اتكلم عليها يورجن كلوب في خلال الاسبوع الماضي واتعرضناها امام حضراتكم. طبعا زي ما احنا قلنا ان في علاقه حب كبيره جدا ما بين محمد صلاح والجمهور. لكن قبل ما نروح لتصريح طبعا او نروح لتصريح الاول، طبعا مدرب روسيا بيتكلم على محمد صلاح وقال ان اكتر لاعب بيسالوه مين هو اللاعب اللي انت خايف منه او عامل حسابه كويس قوي في منتخب مصر، قال محمد صلاح هو اكتر لاعب انا عامل له حساب، اعتقد ان هو ممكن اكتر لاعب قريب ليا او قريب على فريق ان هو يجيب فيه جون، واعتقد ان هو اخطر لاعب موجود في السكواد المصري. اكيد طبعا في نجوم كتيره جدا في منتخب مصر، لكن اكيد ابرزهم محمد صلاح. لكن هنروح دلوقتي حالا نتفرج في مباراه الدوري الاخيره اللي ليفربول فاز فيها 3-0، ونشوف ازاي جمهور ليفربول غنى اغنيه محمد صلاح الشهيره في طبعا يعني اجواء حب واجواء ترابط، ويبين قد ايه العلاقه اللي موجوده ما بين جمهور ليفربول ومحمد صلاح. Oh, yeah.
قبل ما نروح لمباراه سوانزي وارسنال لازم نتكلم على المقارنه اللي قلناها على حضراتكم بيها على المره اللي فاتت، والناس بدات تقارن ما بين روجرز وما بين يورجن كلوب، وهل ايه اللي اضافه يورجن كلوب لليفربول بعد طبعا ما حصل الضجه في التعاقد مع يورجن كلوب، وقال ان هو ده اللي هيحدث الفارق مع فريق ليفربول. هنستعرض مع حضراتكم ارقام طبعا روجرز وارقام يورجن كلوب، وهنشوف ايه الفرق، هل فعلا يورجن كلوب عمل قدر يعمل الفارق اللي كل جمهور ليفربول قدر ان هو يصنعه، ولا الارقام متساويه مع بعض. هنروح طبعا لعدد المباريات، روجرز هيكون لعب 122 مباراه، يورجن كلوب لعب 93 مباراه، نسبه الفوز عند روجرز 52%، عند يورجن كلوب 53%. طبعا بنتكلم على عدد النقاط يعني خلال مباراه، بنتكلم على 1.8 طبعا يورجن كلوب، 1.87. نتكلم على عدد الاهداف اللي بتسجل من خلال يعني من خلال المباريات، لو عملنا احصائيه خلال كل مباراه هنلاقي ان طبعا روجرز 1.9 ويورجن كلوب 2.04. روجرز خلص موسم اللي كان متولي فيه القياده الفنيه كان مركز ثاني، اما يورجن كلوب هو حاليا في المركز الرابع، فزي ما احنا شايفين ان روجرز يعني بيتفوق في عدد طبعا المراكز، مركز ثاني، وده اللي بيأمله جمهور ليفربول ان هو لو مش هينافس على الدوري طبعا الدوري الانجليزي ان هو يكون موجود مركز ثاني عشان يبقى موجود في الشامبيونز ليج، لكن اقصى انجاز ليورجن كلوب هو تفنيشه مركز رابع الموسم الماضي، وده اللي احنا اتكلمنا عليه، وده اللي خلاه يكون متواجد في طبعا الشامبيونز ليج هذا الموسم. نروح لمباراه سوانزي خساره جديده لارسنال 3-1 على ملعب سوانزي، اكيد انني شارك في المباراه لكن خرج في الدقيقه 60 ونزل مكانه مختاريان، لكن زي ما حضراتكم شايفين ده الهدف الاول لفريق ارسنال. الغريب جدا ان ارسنال هو اللي بدا بالتسجيل، لكن بعديها طبعا سوانزي سيتي، يعني سوانزي بيفوز على ليفربول في سوانزي، وبعديها بيفوز على فريق ارسنال في ملعب برضو ويلز، فبالتالي سوانزي واحد من الانديه اللي بيكون صعب جدا على ملعبها وسط جمهورها، قدر يحصل 6 نقاط من فريق ليفربول ومن فريق ارسنال. ده الهدف الاول لفريق سوانزي سيتي، وده يحصل طبعا تعادل. ده الهدف بقى الثاني الخطا الفادح من بيتر تشيك، واللي هنتكلم طبعا على بيتر تشيك شويه، وهنقول ان بدا فريق ارسنال يمكن بيتر تشيك واحد من الناس او واحد من اللاعبين او من حراس المرمى اللي ما صدش ولا ضربه جزاء ليه في تاريخه مع فريق ارسنال. بيتر تشيك واحد من طبعا حراس طبعا العظام جدا في تاريخ كره القدم، لكن ليه اخطاء فادحه، شفنا هدف ثاني كان كارثه بكل معنى الكوارث اللي ممكن نتكلم عليها في كره القدم، كمان يعني ركلات الجزاء اللي عمره ما تصدى ليها في تاريخه مع ارسنال، اتحسب على ارسنال ركلات جزاء كثيره جدا لكن بيتر تشيك ما نجحش في ولا صد ركله جزاء. وفي نفس الوقت وطبعا في نفس الوقت ان فريق ارسنال بدا يدور على حارس مرمى بديل لبيتر تشيك من الموسم القادم، وده طبعا ده كلام من الجرايد ومن المواقع العالميه والصحف العالميه، ويمكن الاسم المطروح على الساحه الانجليزيه حاليا على نادي ارسنال هو اوبلاك حارس مرمى اتلتيكو مدريد، لكن طبعا جه الرد في المقابل ان من المستحيل ان اوبلاك يكون موجود لو فريق ارسنال ما بقاش موجود في مركز يأهله للتشامبيونز ليج. واحنا بنتكلم على طبعا حراس المرمى، وكمان 14 ركله جزاء هي اللي اتصدت او هي اللي اتشاطت على بيتر تشيك، ما عرفش يصد منهم ولا ركله جزاء. واحنا لسه بنتكلم على الانتقالات وعلى ارسنال وعلى اللاعبين، اعتقد ان كازورلا طبعا كلنا عارفين كازورلا لاعب ارسنال ان حصل له اصابه يمكن قويه جدا ولسه بيتعالج بيها لحد دلوقتي، هنوري الساده المشاهدين يعني ازاي رجليه او ازاي الاصابه وصلت لحد دلوقتي، اعتقد من الصعب جدا منظر، يعني ربنا يحفظ كل اللعيبه الموجودين في العالم من المنظر ده، اعتقد ان هو مش هيكون موجود طبعا لنهايه الموسم، وبالتالي ارسنال ما طبعا ما اعتقدش ان هو هيأيده او يبقى موجود في بطوله اوروبا اليوروبا ليج، يعني منظر يعني اكيد صعب جدا جدا واصابه قويه جدا على كازورلا، ان شاء الله ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه. طبعا اكيد ما نتمناش لاي لاعب ايا كان جنسيته ايا كان موجود فين ان هو يكون مصاب الاصابه اللي موجوده امام حضراتكم. نرجع ونتكلم على اخبار اللاعبين، ونتكلم على اوباميانج وتعاقده الاكبر مع ارسنال، اعتقد ان صفقه ناجحه بكل المقاييس. اوباميانج 64 مليون باوند، انتقاله من فريق بروسيا دورتموند لفريق ارسنال، واحد من اللعيبه طبعا يعني المهمين جدا، اكيد هيلبس رقم 14 مع نادي ارسنال.
اوباميانج واحد من اللعيبه اللي انا شايفها صفقه تقيله فعلا، يعني راس حربه تقيل هيقدر ان هو، دي طبعا بعض الارقام اللي امام حضراتكم لاوباميانج. يعني لعب في موسم 13 14 مع بروسيا 48 مباراه، بدا في 27 مباراه منهم، طبعا 16 جول وخمسة اسيست. في موسم 14 15 لعب 46 مباراه، بدا في 43، طبعا بدات النسبه تعلى بشكل كبير جدا، نسب اهدافه بدات تعلى هي كمان 25 هدف وصنع 10 اهداف. في موسم 15 16 لعب 49 مباراه، 44 مباراه بداها و40 هدف سجله او 39 هدف سجله و8 اسيست او 8 صناعه اهداف. 16 17 46 مباراه لعبها، 44 بدا منهم، 40 هدف وخمسة اسيست او خمس فرص لصناعه الاهداف. 17 18 24 مباراه، طبعا بنتكلم في الموسم الحالي اللي انتقل ليه لفريق ارسنال، بنتكلم لحد وقتنا هذا، طبعا بدا في كل المباريات 24 مباراه، سجل 21 هدف وصنع 3 اهداف. فبنتكلم ان هو توتال الماتشات اللي لعبها مع بروسيا دورتموند 213 مباراه، بدا منهم في 182 مباراه وسجل 141 هدف وصنع 31 هدف. بنتكلم على ان طبعا يعني اوباميانج وليفاندوفسكي هما الاثنين اللي امام حضراتكم في تنافس. يعني ليفاندوفسكي بنتكلم على المينتس بير جول، ان ليفاندوفسكي جاب بنتكلم في الدوري الالماني حوالي 115 هدف، اوباميانج 98 هدف. بنتكلم على المينتس بير جول لليفاندوفسكي 107 واوباميانج 116، وبالتالي بنتكلم على واحد من اللعيبه اللي بيشاركوا في كل المباريات. وكمان بنتكلم على اوباميانج ان اصاباته قليله جدا، فبالتالي موجود في معظم المباريات، وده اللي بيكون محتاجه فريق ارسنال الفتره اللي جايه. فتعالوا نشوف كمان يعني بعد ما تعقد اوباميانج ازاي رحب بيه فريق ارسنال وازاي هو رحب بارسنال تي في. نشوف مع حضراتكم ونرجع نكمل معاكم. Yo, Pierre, you wanna come out here? In New York, I mainly rock. Hiding in my socks. Running from a op. And I shoot at op. What? And I'm on the block. What? 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 And I'm on the block. In New York, I mainly rock. Hiding in my socks. What? Hiding in my socks. What? Selling every rock. Shooting at the ops, cause I run that block. Give me top, and my drop top. I did hug on flop, flop. When I drop, drop. I did hug on flop, flop. When I drop, drop. I did hug on flop, flop. When I drop, drop. Woof, 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 woof. I did hug on cash, I did hug on bag. Fucking on your bitch, I'm her dad. كان لازم فريق ارسنال يدعم بعض صفوفه بطبعا سواء تجديد عقود او تعاقدات جديده. وزي ما قلنا ان اوباميانج واحد من اللاعبين اللي اعتقد اغلى صفقه في تاريخ ارسنال بيتفوق فيها على الكسندر لاكازيت، 64 مليون باوند، رقم كبير جدا طبعا دفعه فريق ارسنال للتعاقد مع النجم الافريقي طبعا اوباميانج. كمان ارسنال عمل خطوه جيده جدا، يعني ارسنال زي ما احنا قلنا قبل كده ان عنده اربع لعيبه لو تم التعاقد معاهم او تم التعاقد مع بعض الاسماء اللي موجوده مع طبعا تجديد بعض العقود اللعيبه اللي موجوده هيفرق كتير جدا في مسيره ارسنال سواء في تكمله الدوري هذا الموسم او في اليوروبا ليج او بدايه من الموسم المقبل. نتكلم على مسعود اوزيل. مسعود اوزيل كان في كلام كتير ان هو يرحل عن فريق ارسنال، كان عقده بينتهي بالصيف الحالي، لكن طبعا مسعود اوزيل واحد من اللعيبه الالمان طبعا المميزين جدا. يعني بالمناسبه مسعود اوزيل من 2006 لحد وقتنا هذا هو اكثر لاعب صنع فرص في يعني في اوروبا، بنتكلم على 1006 فرصه صنعها مسعود اوزيل، وبالتالي رقم كبير جدا، واعتقد ان هو الرقم اللي جدد بيه هياخد 350 الف باوند في الاسبوع، فبالتالي رقم كبير واعتقد ان هو يستاهل. وارسنال بقى عنده دلوقتي بدا ان احنا بعد ما كنا بنقول ان طبعا برحيل اليكسيس سانشيز ومسعود اوزيل ان احتمال طبعا ما يجددش عقده، اعتقد طبعا بقدوم مختريان بتجديد عقد مسعود اوزيل وفي نفس الوقت بقدوم اوباميانج ووجود لاكازيت، اعتقد ارسنال بقى عنده شكل هجوم محترم، شكل هجوم نقدر ان احنا يعني نشوف مباريات جايه ان شاء الله لارسنال
ارسنال بالشكل اللي احنا تعودنا عليه. يعني احنا يعني كلنا بقى طمعانين ان احنا نشوف ارسنال مره كده فايق، مره يقدر ينافس على الدوري، مش يبقى موجود مركز رابع او مركز ثالث. تعالوا نشوف ازاي بقى ارسنال او موقع رسمي الفريق ارسنال بعد تجديد مسعود اوزال عملوا هاشتاج وي جوت اوزال، يعني احنا خلاص احتفظنا باوزال، عملوا له فيديو اكيد هنروح نشوفه ونرجع نكمل مع حضراتكم. لسه مكملين مع حضراتكم والدوري الانجليزي، مباراه مانشستر يونايتد وتوتنهام وخساره مفاجاه جدا لفريق مانشستر من توتنهام 2-0 على ملعب ويمبلي. اعتقد ان طبعا يعني مباراه زي دي مورينيو يمكن ده طبعا هدف اريكسون، ده اسرع هدف في الدوري الانجليزي الموسم الحالي وكمان تاني اسرع هدف في تاريخ الدوري الانجليزي. اول هدف طبعا كان لليدلي كينج في مرمى برادفورد طبعا بعد 10 ثواني في موسم 2000 2001، وبالتالي طبعا يمكن الصدفه ان ليدلي كينج طبعا هو لاعب توتنهام، وبالتالي اول اسرع هدف في تاريخ الدوري الانجليزي كان لاعب في توتنهام، ونفس القصه ان الهدف الثاني تاني اسرع هدف هو هدف ايضا للاعب في توتنهام. هنا طبعا هدف في مرمى يعني جونز بيجيب هدف في مرماه. مباراه كانت صعبه جدا. يعني هنتكلم على مورينيو، هنتكلم ان مورينيو المدرب الوحيد او المدرب اللي موجود في الدوري الانجليزي في كل مقابلاته امام اي فرق كبيره خارج ملعبه ما بيفوزش، يعني نسب فوزه بتبقى ضعيفه جدا، وبالتالي ان مورينيو قدام الفرق الكبيره بيكون ملوش شكل ملوش وجود. فريق مانشستر فريق كبير، يعني فريق كبير، ما اعتقدش ان مورينيو امام تشيلسي امام توتنهام امام ارسنال امام مانشستر سيتي مورينيو ما عرفش يفوز. يمكن اقصى حاجه مورينيو ممكن يعملها هو ممكن يتعادل، وطبعا كسب ارسنال، لكن بنتكلم على الفرق الكبيره خارج ملعبها او خارج ملعبه خارج اولد ترافورد بيكون عنده الحصيله بتبقى سلبيه جدا، ممكن يتعادل. يعني مورينيو اعتقد ان حصيله كل مواجهته امام الفرق الكبيره ممكن نقول ثلاث نقاط بثلاث تعادلات. مورينيو معروف يمكن سياسته معروفه او طريقته الفنيه التكتيكيه معروفه ان هو بيحب خارج ملعبه يمكن ما يخسرش كل حاجه، بيحب يخرج دايما باقل الخسائر، وهو نقطه، وما اعتقدش ان دي تتماشى مع طموح جماهير فريق مانشستر يونايتد. وبالتالي مورينيو احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وقلنا ان مورينيو جدد عقده مع فريق مانشستر لموسم 2020، وبالتالي قرينا تصريح يمكن ان 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 برغم من تجديد عقد مورينيو الا ان طبعا مورينيو في خطر بغض النظر عن يعني عن تجديد العقد، الا ان مورينيو ممكن بعد النتائج السيئه والسلبيه لسه عنده طبعا بطوله تشامبيونز ليج، الدوري انا اعتقد ان هي حسمت ليه مانشستر سيتي، عنده تشامبيونز ليج، يمكن الكاس لسه خرج من الكاراباو كاب، موجود في الاف اي كاب لسه مكمل، فبالتالي هنشوف لسه موسم مورينيو ماشي ازاي مع فريق مانشستر يونايتد. نتكلم على توتنهام وتعاقده مع لوكاس مورا من باريس سان جيرمان، اعتقد لاعب مهم جدا هيحتاجه فريق توتنهام في الهجوم، لاعب مهم جدا 25 مليون طبعا يورو انتقل بيهم لوكاس مورا من باريس سان جيرمان.
جيرمان لفريق توتنهام. لوكاس مورا انتقل من باريس سان جيرمان ليه؟ عشان طبعا يبقى فرصه كبيره في المشاركه في كاس العالم مع البرازيل. طبعا يعني الموسم اللي بيكون فيه كاس العالم او بطوله مهمه جدا للمنتخبات بنلاقي كل اللعيبه بتنتقل، سواء في الدوري المصري زي ما شفنا طبعا انتقالات الدوري السعودي، او في اوروبا وشفنا موسم انتقالات يمكن قوي جدا في الشتاء. مش متعودين على ان يكون في موسم انتقالات قوي بالشكل ده وكم اللعيبه اللي بتنتقل من نادي لنادي، لكن اعتقد كاس العالم هو السبب في كل الكلام ده. طبعا مكملين مع حضراتكم ومباراه مانشستر سيتي وويست بروميتش. ومان سيتي طبعا كسب 3-0. حجازي لعب المباراه بالكامل، لكن هجوم مانشستر سيتي كان قوي جدا، ما قدرش ان طبعا دفاعات فريق ويست بروميتش طبعا يعني تتصدى لل الهجوم الكاسح من فريق مانشستر سيتي. هنتكلم على بيب جوارديولا ومباراته رقم 500 في مسيرته التدريبيه، وهنتكلم وهنقول عليها بالارقام. لكن نخلص مباراه مان سيتي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين هنتكلم ايضا على ويست بروميتش عزز دفاعاته بالتعاقد مع علي جبر لاعب نادي الزمالك ولاعب منتخب مصر، واعتقد ان هو صفقه مهمه جدا وانا شايفها ان شاء الله تكون واحده من انجح الصفقات الدفاعيه هنتكلم عليهم. لكن مان سيتي طبعا يعني برشلونه، وهنتكلم على بيب جوارديولا في مسيرته سواء مع برشلونه او مع مانشستر سيتي او سواء مع بايرن ميونخ. مان سيتي زي ما حضراتكم عارفين كسب المباراه دي، وبالتالي فرق 15 نقطه عشان مان سيتي. مان يونايتد المنافس المباشر لفريق مان سيتي خسر، وبالتالي فرق النقاط رجع تاني ل 15 نقطه. كان خساره مان سيتي امام ليفربول هي اللي ضيقت فارق النقاط ما بين الفريقين، لكن خساره مان يونايتد وفوز مان سيتي هو ده اللي بعد المسافه تاني ل 15 نقطه. واعتقد يعني اعتقد ان 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 حسم الدوري الانجليزي في صالح مان سيتي بنسبه كبيره جدا فوق 75%. ما اعتقدش مان سيتي عنده عقبه، يعني هو محتاج يعني اعتقد محتاج 8 فوز من 13 مباراه وبالتالي يقدر يحسم الدوري الانجليزي قبل نهايته بعده اسابيع. نروح طبعا لارقام بيب جوارديولا. يعني بيب جوارديولا احتفل ب 500 مباراه، لعب مع برشلونه 247 مباراه، كسب منهم 179 وتعادل 47 وخسر في 21 مباراه. مع بايرن ميونخ لعب 161 مباراه، فاز منهم 124 وتعادل في 16 مباراه وخسر في 21 مباراه. اما مع المان سيتي لحد وقتنا هذا 92 مباراه بيب جوارديولا لعبها، كسب 65 مباراه، تعادل 15 مباراة وخسر في 12 مباراة. الحصيلة لو هنتكلم على توتر الأرقام، جوارديولا لعب 500 مباراة في مسيرته التدريبية، كسب 367 مباراة وتعادل في 78 مباراة وخسر في 54 مباراة. قبل ما ننتقل طبعا للثنائي المصري حجازي وعلي جبر، نتكلم على لابورتي، نتكلم على قصة مدافع انتقل لفريق مان سيتي من اتلتيك بلباو. لابورت انتقل ب 65 مليون يورو، ثاني اغلى مدافع في العالم طبعا بعد فان دايك. لابورت جاي من اتلتيك بلباو. اتلتيك بلباو ده موجود في اقليم في اسبانيا اسمه اقليم الباسك. اقليم الباسك ده عنده سياسه ان هو ما بيتعاقدش مع اي لاعب خارج اقليم الباسك، وبالتالي لابورت هنا طبعا فرنسي، لكن هو مولود في حته او مولود في مكان تبع اقليم الباسك، فبالتالي هنا يحق له ان هو يلعب في اتلتيك بلباو. نفس القصه مع ليزاروزو طبعا الظهير الايسر. يعني ليزاروزو طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان هو واحد من نجوم منتخب فرنسا اللي ايضا حصلوا نفس القصه، هم مولودين في حته في الجنوب، في جنوب فرنسا، في الحته اللي في الجنوب تبقى قريبه من اقليم الباسك، فبالتالي بيحق له ان هو يلعب في اتلتيك بلباو. و لابورتي انتقل لفريق مان سيتي ب 65 مليون يورو. ناس تسال تقول هو ليه جوارديولا بيتعاقد مع مدافعين؟ ليه جوارديولا بيدفع مبالغ كبيره جدا في التعاقد مع مدافعين؟ اقول له ان اي منظومه ناجحه او اي فريق ناجح بيعتمد مش بس على الهجوم، لازم دفاعيا يكون كويس جدا، عشان طول ما انت مش بتستقبل اهداف وارد جدا تحرز اهداف، لكن طول ما انت دفاعك ضعيف طول ما انت قادر ان انت يخش فيك اهداف، فبالتالي مش هتقدر تعوض الاهداف اللي دخلت في مرماك. فاعتقد ان جوارديولا واحد من المدربين الذكي جدا، ذكي جدا من المدربين الاذكياء، لكن
انا شايف كمان ان هو مش عيب ان هو يصرف مع اداره بتديله كل الصلاحيات وكل الاموال اللي بس بيقول عليها بتتنفس. فاعتقد ان لابورت واحد من الصفقات اللي هتعمل اضافه كبيره جدا لفريق مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي او في مشوارهم في الشامبيونز ليج. نروح للاعبتنا المصريين في ويست بروميتش وتعاقد علي جبر طبعا على سبيل الاعاره لنهايه الموسم مع احقيه شراء ويست بروميتش للاعب في بدايه الموسم. ونروح ونشوف ازاي حجازي رحب بعلي جبر بعد انتقاله لفريق ويست بروميتش. I'm Ahmed here. I want to say hello and good luck for my brother. Welcome. Welcome, Ali. I'm Ahmed here. I want to say hello and good luck for my brother. Welcome. Welcome, Ali. I'm Ahmed here. I want to say hello and good luck for my brother. Welcome. Welcome, Ali. علي جبر واحمد حجازي اكيد طبعا اثنين قلبي دفاع موجودين في فريق واحد، ده طبعا يعني ان شاء الله يزيد من قوه منتخب مصر في البطوله. احمد حجازي وعلي جبر لعبوا مع بعض 9 مباريات، 7 منهم كلين شيت، والمباريات اللي دخل فيهم اهداف كان 3 اهداف بس. يمكن لو رجعنا كده بالتاريخ لورا شويه هنلاقي ان طبعا في الدوري الالماني ان حصل نفس الصدفه مع كابتن هاني رمزي والكابتن سمير كمونه، لما كابتن هاني رمزي كان موجود وانتقل له كابتن سمير كمونه وبقى الاثنين موجودين في فريق واحد، دي اضافت قوه لمنتخب مصر. واعتقد يعني نفس الموضوع بيتكرر مع حجازي وبيتكرر مع علي جبر ان هما الاثنين بيبقوا موجودين في فريق واحد في الدوري الانجليزي في اقوى دوري في العالم. ان شاء الله تكون اضافه لعلي جبر ويكون موجود في المباريات بشكل اساسي ويقدر ان هو يفيد منتخب مصر في مش بس في كاس العالم، يفيده عموما. يعني بنتكلم على 2 لعيبه ليهم مستقبل يعني كبير جدا ان شاء الله. وفي نفس الوقت اعتقد ان علي جبر يمكن ويست بروميتش لعب لكن هو ما كانش موجود، وده طبيعي جدا، لسه منتقل ليهم خلال ايام. اعتقد ان هو هيتم تاكيده بشكل قوي جدا ولازم هيتم الاعتماد عليه. احنا زي ما احنا عارفين احمد حجازي كان موجود واول ما انتقل من النادي الاهلي بقى موجود اساسي وبقى شارك في يمكن اخر احسن لاعب في اول مباراته في الدوري الانجليزي. فبالتالي ان شاء الله علي جبر يكون اضافه قويه جدا لفريق ويست بروميتش. طبعا نروح بعد كده وخساره كبيره جدا لتشيلسي امام بورنموث 3-0 في مباراه كانت على ملعب ستانفورد بريدج. تشيلسي بيخسر 3-0 على ملعبه من فريق يمكن فريق متواضع المستوى فريق بورنموث. وبالتالي يعني هنتكلم على ان كونتي ومستقبل كونتي مع فريق تشيلسي، ده طبعا الهدف الاول زي ما احنا شايفين لفريق بورنموث. ويعني اخطاء في الدفاع، اخطاء في يعني مفيش تفاهم. يعني بص نتكلم على ان 3 لعيبه بيضربوا بلعبه 1-2، ده هدف الدقيقه 51 على الشوط الاول، بيخرج تشيلسي والنتيجه 0-0، لكن انهيار تام لدفاع تشيلسي وكورتوا اللي مش عارفين يمسكوا نفسهم ولا ان هم حتى يعني كور بسيطه جدا. مش هنتكلم ونقول يمكن كره القدم اكيد كلها الاهداف بتيجي من اخطاء، لكن مش بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه في فريق كبير مصروف عليه مبالغ كبيره جدا وكمان بيخسر من فريق متواضع فريق بورنموث. كل الاهداف اللي دخلت الثلاثه كلهم من اخطاء خط الدفاع، ما فيش اي تنسيق، ما فيش اي تفاهم بين اللعيبه اللي موجوده من فريق طبعا تشيلسي. نتكلم على لعيبه اكيد لعيبه كبيره جدا ولعيبه دوليه واكيد لازم يكون في تفاهم وترابط اكتر من كده. تشيلسي طبعا زي ما احنا قلنا ان هو كونتي، ايه اخبار كونتي مع فريق تشيلسي؟ اعتقد ان هو سمعنا اسم كونتي في الفتره الاخيره سواء في عدم وجود تواصل مع اداره تشيلسي، ان كل مطالب كونتي ما بتحصلش. يمكن في اول الموسم كان عايز لوكاكو ما قدرش ان هو تشيلسي يحصل عليه ويتعاقدوا معاه، يتعاقد طبعا مع مرتا لكن مرتا ما قدرش يدي المردود اللي كان كونتي مستنيه. وكونتي زي ما يعني زي ما احنا سامعين في الفتره الاخيره ان كونتي واحد من الاسماء اللي مطروحه على منتخب ايطاليا، ومنتخب ايطاليا باللفظ قالوا كده ان طبعا احنا منتظرين اقاله كونتي عشان يتم تعيينه فورا لمنتخب ايطاليا. اعتقد ان كونتي واحد من المدربين الممتازين جدا والمدربين اللي اعتقد ان هم ليهم رؤيه فنيه قويه جدا، سواء يمكن بيعرف يقرا مباراه، بيعرف ان هو يكون شخصيه قويه داخل الملعب، بيعرف يسيطر على اللعيبه اللي موجوده. لكن طبعا وجود تضارب في سياسته مع سياسه تشيلسي هي دي اللي ممكن تخلي كونتي ما يكملش. هنتكلم على تعاقد اوليفر جيرو الغريب. يمكن اوليفر جيرو حضر مباراه تشيلسي وبورنموث، لكن الغريب ان اوليفر جيرو حضر خساره قبلها بيوم، حضر خساره ارسنال وسوانزي 3-1، وفي نفس الوقت بيحضر تاني يوم مباراه تشيلسي وبورنموث وبيخسر 3-0. يعني وشه وحش على فريق ارسنال، ولما راح تشيلسي وشه كان وحش. يمكن تعاقده مع ايضا
اميرسون بالميري من روما. يمكن تشيلسي تعاقد مع اوليفر جيرو واميرسون بالميري. يعني اوليفر جيرو كان الخيار الوحيد اللي موجود امام فريق تشيلسي، 15 مليون باوند، اعتقد رقم قليل جدا في ظل الارقام اللي بنسمعها في الفتره الاخيره، لكن اكيد كان وجود اوليفر جيرو طبعا واميرسون بالميري في ملعب ستانفورد بريدج اكيد كان لنا لقطات، ونروح نشوف ازاي جمهور تشيلسي رحب بالاثنين لعيبه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. Whatever, yeah? Yeah. But you might not see the shots. You might not see the shots. Yeah, okay. Olivier Giroud. Strange to see him after so many years in Arsenal's colours in a Chelsea top. And Emerson, who's come from Roma, who's a left wing back, and going to try and stiffen Chelsea's resolve in that particular department. رمضان صبحي طبعا لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب ستوك سيتي الحالي، طبعا ستوك سيتي بيتعادل مع واتفورد 0-0. رمضان صبحي كان موجود على مقاعد البدلاء ولم يشارك، واكيد طبعا يعني اكيد رمضان واحد من النجوم اللي احنا لازم نتكلم عليها سواء لعب او ما لعبش، بنتكلم على اخبار المحترفين بصفه عامه. لكن ستوك سيتي اعتقد ان هو ان شاء الله رمضان يكون ليه طبعا نسبه مشاركه اكبر في الفتره اللي جايه. قبل ما نروح لمباراه الكاس نتكلم على اغلى الصفقات اللي موجوده في الدوري الانجليزي في الشتاء الموسم الحالي. بنتكلم على فان دايك 75 مليون باوند، طبعا لابورتي مان سيتي 57 مليون، اوباميانج 56 مليون باوند، طبعا نتكلم على والكوت 20 مليون، وبنتكلم على اوليفر جيرو 18 مليون. هنتكلم على توتال حجم الصرف للأندية الإنجليزية أو أبرز الأندية الإنجليزية في خلال الموسم كله مش بس في الشتاء. نتكلم على مان سيتي صرف 282 مليون، يعني أرقام كبيرة جدا جدا جدا. المان يونايتد صرف 145 مليون، وتشيلسي صرف 236 مليون، أما توتنهام 107 مليون، ليفربول صرف 157 مليون، وأرسنال 106 مليون. أكيد طبعا أرقام كبيرة جدا جدا، لكن قبل ما نروح للكاس أيضا نتكلم على جدول الترتيب. مان سيتي في المركز الأول 68 نقطة، مان يونايتد في المركز الثاني 53 نقطة، أما ليفربول في المركز الثالث بيتساوى مع فريق تشيلسي، لكن ليفربول طبعا بيتفوق بعدد 50 نقطة نقطة لليفربول وتشيلسي، أما توتنهام في المركز الخامس 48 نقطة، وأرسنال في المركز السادس 42 نقطة. لو هنروح للاعبين المحترفين طبعا هنتكلم على ان ستوك سيتي في المركز ال 16، هنتكلم على ويست بروميتش اللي بيلعب ليه احمد حجازي وعلي جابر في المركز ال 20 والمركز الاخير ب 20 نقطة. اكيد ان شاء الله نتمنى ان ويست بروميتش يقدر ان هو يتعافى في مباراته القادمة ويقدر ان هو يكون موجود في مكانة احسن من كده، عشان خاطر طبعا احنا عندنا اثنين لعيبة مهمين جدا ان شاء الله يكونوا موجودين معاه في الدوري الانجليزي. نروح لمباراة الكاس والاف اي كاب. نتكلم على الاف اي كاب ونوضح الناس ليه انجلترا فيها اثنين كاس، يمكن فيها كاراباو كاب وفيها الاف اي كاب. كاراباو كاب ده بيكون عن طريق راعي هو اللي بيتولى تنظيم البطوله، طبعا هو كاس رابطه المحترفين كاراباو كاب. اما طبعا ده بيشارك فيه طبعا الدوري الممتاز والاربع درجات اللي تحت الدوري الممتاز. اما الاف اي كاب ده طبعا يمكن ده الاهم في انجلترا وده اللي بيأهل طبعا لبطولات اوروبا، ده بيكون اسمه كاس الاتحاد الانجليزي، وبالتالي بيشارك فيه كل أندية إنجلترا سواء دوري ممتاز أو محترفين أو هواة، وبيبدأ تقريبا من شهر 7 بيحصل عملية تصفيات. يمكن الأندية بتبدأ من الأندية الصغيرة بتصفي، والأندية الكبيرة بتخش في وقت معين في دور طبعا ال 64 وبعد كده ال 32 وال 16 إلى دور النهائي. الاف اي كاب يمكن عندهم سياسه غريبه شويه، ان الاف اي كاب بيكون مباراه واحده في حاله الفوز، يعني لو فريق بيلاعب فريق بيتعادل يعني الفريق بيفوز خلاص المباراه يعني الفريق بيؤهل للمرحله اللي بعديها. لكن لو حصل تعادل بيحصل مباراه ثانيه بتكون على ملعب الفريق طبعا المضيف، يعني لو مثلا توتنهام ونيوبورت في الاف اي كاب لعبوا مباراه تعادلوا فيها 1-1، وبالتالي ان نيوبورت ده كان بيلعب على ملعبه
اتعادل 1-1، وطبعا دي نتيجه مفاجاه بالنسبه لكل طبعا جماهير نيوبورت. هتكون في مباراه تانية عشان لسه ما تحددش مين اللي هيكسب، هتكون على ملعب ويمبلي، وبالتالي دي هتكون طبعا للانديه الصغيره بتكون فايده كبيره جدا. اولا بيكون اعلانات طبعا، يعني هيلعبوا على ملعب ويمبلي، ملعب كبير جدا طبعا، حقوق تلفزيون هتيجي للفريق، بنتكلم على عروض احتراف، ممكن لاعب ينتقل من نادي لنادي. فبالتالي المباراه الثانيه في الاف اي كاب هي اللي هتحدد، هي دي اللي هتحدد مين الكسبان في مباراه نيوبورت وتوتنهام. واحد من اللاعبين اللي اتشهروا جدا في عن طريق الاف اي كاب هو جيمي فاردي طبعا، لاعب ليستر سيتي. وبالتالي الانتقاد من هنا بيجي منين؟ ان الاف اي كاب السياسه اللي بيتبع بيها الاف اي كاب ان هم بيحمل اللعيبه اكتر من طاقتها، وده بيأثر على مستوى اللاعبين سواء مع منتخب انجلترا او مع المنتخبات الثانيه. ان انت لما لاعب تحمله مباراه زياده عن يعني عن طاقته الطبيعيه، ان هي مباراه الكاس المفروض تبقى مباراه من جوله واحده بس، او يعني بنتكلم على الدوري الاسباني، لو حد يقارن بالدوري الاسباني، الدوري الاسباني ما عندوش كاس رابعه، لكن احنا عندنا كاس ثانيه اللي هي كاس الرابطه برعايه كاراباو كاب طبعا. ان هنا بيأثر على مستوى اللاعبين سواء في الدوري الانجليزي، وبنتكلم على الاجهاد، بنتكلم على الاجهاد مع المنتخبات، الاجهاد مع الدوري الانجليزي نفسه، غير طبعا البوكسنج داي اللي بنلاقي في كل نهايه سنه ان بنلاقي 3-4 ماتشات في اسبوع او اسبوع ونص. فبالتالي ده من ضمن السلبيات اللي موجوده في الاف اي كاب. لكن هنروح سريعا للاف اي كاب. في اول مباراه ليفربول وويست بروميتش، وخساره ليفربول 3-2. ويست بروميتش ما بداش المباراه كان عنده دور برد شديد جدا، لكن قدر يتعافى بعض الشيء في المباراه، وكان نزوله طبعا في الدقيقه 36 كان نزول اجباري بعد طبعا اصابه المدافع ونزول احمد حجازي. شارك في المباراه وادى بشكل رائع جدا ليفربول. يعني زي ما حضراتكم شايفين، الغريب كالعاده ان هو ان ليفربول هو اللي بيتقدم عن طريق فيرمينيو، لكن في نفس الوقت ويست بروميتش هو اللي بيفوز في الاخر. فيرمينيو بغض النظر عن ان هو احرز طبعا هدف، لكن هو دخل في او ما نجحش ان هو يحرز ركله جزاء، وبالتالي كانت يعني كانت ركله جزاء كده نتكلم عليها. لكن محمد صلاح هو اول واحد في الدوري الانجليزي هذا الموسم ان هو طبعا نظريه الفيديو او ان الحكم يروح يشوف ركله الجزاء او يشوف اعاده في تقنيه الفيديو طبعا مش موجوده في الدوري الانجليزي، لكن بداوا يطبقوها في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي. يمكن محمد صلاح هو كان اول لاعب او اول جمله او اول موقف يحصل عليه اللاعب من ركله جزاء كان محمد صلاح الحكم بعد ركله الجزاء طبعا بعد سيناريو او بعد موقف محمد صلاح ركله الجزاء اللي اتكلمنا عليها، ان الحكم راح للفيديو خارج الملعب طبعا وتاكد ان هي ركله جزاء، وحسب لفريق ليفربول ركله جزاء. بدايه المباراه يمكن زي ما احنا قلنا ان ليفربول تقدم في الدقيقه 5، تعادل فريق ويست بروميتش في الدقيقه 7، لكن طبعا لسه ويست بروميتش احرز هدف في الدقيقه 11. بعديها ركله جزاء بتضيع لفيرمينيو، عشان بعد كده طبعا ويست بروميتش بينجح ان هو يجيب هدف ثالث، لكن اخيرا محمد صلاح يمكن جاب هدف في الدقيقه 78، وكان هدف متاخر، وما قدرش ليفربول ان هو يعود لسيناريو المباراه، وما قدرش ان هو طبعا يتعادل مع فريق ويست بروميتش، وبالتالي ويست بروميتش بيفوز على ليفربول وبيتاهل لدور 16 في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي. وبعد الفوز ده طبعا لو كان حصل تعادل كان حصل مباراه تانية على ملعب ويست بروميتش، لكن ويست بروميتش قدر ان هو يفوز على ليفربول، وبالتالي بيتاهل مباشره لدور ال 16. ليفربول برضو مش عايزين نقول يعني او عايزين نقول على ليفربول ان هو عنده مباراه في بطوله الشامبيونز ليج، فبالتالي ممكن يكون التركيز لبعض اللعيبه او ليورجن كلوب نفسه هو مش مهتم بيها على قدر الاهتمام اللي موجود سواء في بطوله الدوري عشان يحقق مركز مهم جدا ياهله مباشره للشامبيونز ليج، او موقفه حاليا في الشامبيونز ليج وعنده مباراه في الشامبيونز ليج اللي جايه ان شاء الله يقدر ان هو يكسبها بوجود محمد صلاح. نروح لمباراه مانشستر سيتي وكارديف، واللي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-0. وطبعا بعد الفوز وتاهل مانشستر سيتي كده مان سيتي يمكن بعد ما فاز او بعد ما قريب جدا من بطوله الدوري الانجليزي الممتاز، ايضا بيبقى او صعد للنهائي في كاس الرابطه كاراباو كاب عشان يلعب امام ارسنال، وهنا بيصعد لبطوله او لدور 16 في الاف اي كاب. لسه عنده كمان فرصه في الشامبيونز ليج، فبالتالي هل ممكن ان مانشستر سيتي ينجح في الفوز بالرباعيه بطوله الدوري والكاس والشامبيونز ليج، ولا مانشستر سيتي هيجي بقى البنزين يخلص في الاخر وهيقدر ان هو يتعثر في بعض المباريات؟ يمكن انا شايف ان هو مع جوارديولا ماشي بخطى ثابته جدا، متألقين اللعيبه اللي عنده بعد طبعا الانتقالات وطبعا
والكلام اللي احنا شفناه. هنتكلم على طبعا على بيغيب عن مانشستر سيتي في الفتره القادمه لروي ساني، واللي كان عايز يعوضه بيب جوارديولا برياض محرز، لكن رياض محرز كان في كلام على اخر يوم انه ينتقل لمانشستر سيتي، لكن في الاخر طبعا كالعاده اداره ليستر سيتي طبعا بتتعنت في انتقال رياض محرز لفريق مان سيتي، وبيظل في ليستر لنهايه الموسم. نروح لتشيلسي ونيوكاسل. تشيلسي طبعا ونيوكاسل، وفوز تشيلسي 3-0 على نيوكاسل. احرز الاهداف طبعا باتشواي، جاب هدف في الدقيقه 31 والدقيقه 44، وماركوس الونسو في الدقيقه 72. باتشواي انتقل لبروسيا دورتموند على سبيل الاعاره لنهايه الموسم. نتكلم على صفقه بقى ايه في الدوري الانجليزي، صفقه ثلاثيه ما بين بروسيا دورتموند وارسنال وتشيلسي. ارسنال اخذ من بروسيا دورتموند اوباميانج، وتشيلسي اخذ من ارسنال جيرو، وبروسيا دورتموند اخذ من تشيلسي باتشواي. لكن باتشواي اعتقد ان هو محتاج طبعا مباريات اكتر من كده. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان طبعا احنا بناخد الدوري الاول، لكن بطوله الكاس كانت قبل بطوله الدوري، لكن طبعا بنتكلم على مباريات من حيث طبعا القوه. فباتشواي طبعا انتقل لفريق بروسيا دورتموند عن طريق الاعاره، وده هدف باتشواي الثاني. وطبعا يعني كسبوا 3 في الكاس وخسروا 3 في الدوري، لكن تشيلسي اعتقد ان هو يمكن كونتي زي ما احنا قلنا يعني الدنيا ملخبطه مع كونتي ومع فريق تشيلسي. مباراه مان يونايتد ويوفل تاون، واخر مباراه معانا في بطوله الكاس، ومان يونايتد بيفوز على يوفل تاون برباعيه. سانشيز كانت اول مشاركه ليه، يمكن شارك في مباراه توتنهام لكن لم يكن له اي وجود. مباراته الاولانيه اللي شارك فيها كانت مباراه يوفل تاون، وساهم ان هو يعمل اسيست او صناعه هدف لفريق مانشستر. بنتكلم على طبعا مورينيو ماشي بشكل كويس في بطوله الكاس، لكن متعثر في بطوله الدوري، عنده فرصه ايضا في الشامبيونز ليج. لكن بنتكلم على طبعا وجود سانشيز، ووجود طبعا لينجارد، وجود راشفورد، وجود طبعا لوكاكو. اعتقد ان بقى عند مانشستر يونايتد ثقل هجومي كبير جدا، وفي نفس الوقت اعتقد ان ممكن يونايتد بالشكل مع سانشيز ان هو يتاقلم ان هو يبقى موجود الفتره اللي جايه، ان هو يعمل اضافه قويه جدا جدا لفريق مانشستر يونايتد في الفتره القادمه. اليونايتد طبعا كسب 4 زي ما قلت لحضراتكم، يعني النتيجة كبيرة على فريق يمكن مغمور. يوفل تاون 4-1 على يوفل تاون. يوفل تاون كان بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، دي طبعا بتكون مباريات عيد او ماتشات مناسبات مهمه جدا للفرق الصغيره، ان هم بيقدروا ان هم يستضيفوا الفرق الكبيره على ملعبهم. والجميل طبعا في دوريات اوروبا او دوريات العالميه ان اي فريق صغير او كبير لما او ذات الصغير لما بيستقبل فرق كبيره على ملعبه بيكون الملعب مجهز بشكل كامل جدا، المدرجات، ارضيه الملعب، شكل الجماهير، وسائل الاعلام، طبعا وسائل الاتصال الموجوده في الملعب عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق الاتصالات الهاتفيه، كل ده بيكون مجهز تماما للفرق الكبيره. لكن يعني بنشوف طبعا لينجارد واحد من اللاعبين اللي اتكلمنا وقلنا هل لينجارد هيتاثر مستواه بقدوم اليكسيس سانشيز، او مش مستواه، هل هيتاثر ان هو يكون مش موجود في التشكيله الرئيسيه، ان لما سانشيز يجي. اعتقد طبعا ان سانشيز كان موجود ولينجارد كان موجود، لوكاكو بيتالق وبيتعمق طبعا في المباراه. لكن اتكلمنا على ان مفيش مفاجآت لحد دلوقتي في بطوله الكاس. ولو رحنا للقرعه، طبعا القرعه هنتكلم عليها ونقول ابرز ابرز المواجهات، ان فريق ويجن اتلتيك هيلاعب مانشستر سيتي على ملعب ويجن. طبعا هادرسفيلد او بيرمنغهام لسه في مباراه ما بينهم، الكسبان هيلاعب مانشستر يونايتد. طبعا ليستر سيتي هيلاعب شيفيلد يونايتد، وتشيلسي هيلاعب هال سيتي، وست بروميتش احمد حجازي هيلاعب ساوثهامبتون. بنتكلم على طبعا المباراه اللي اتكلمنا عليها، ان طبعا في نيوبورت وتوتنهام الكسبان منهم هيلاعب طبعا طبعا في مباراه ما بين روشدال وميلوال، الكسبان منهم هيلاعب الكسبان من نيوبورت وتوتنهام. كده يكون اتكلمنا على الدوري الانجليزي واتكلمنا على بطوله الكاس. لسه مكملين مع حضراتكم الدوريات العالميه واخبار اللي موجوده الحصريه والكواليس. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. Jose Mourinho and Chelsea, and the question remains, not only can they win the league, but can they win it unbeaten? You would argue with the premise that Chelsea are currently the Premier League's best team. Chelsea keep their 7-point lead at the top. A very big day in the Premier League title race. Chelsea march on. Significant it could be. Well, that's what champions are made of. Confirmation of Chelsea as champions.
the job is done for Jose Mourinho and his players. 11 points ahead of United now, 10 clear of Arsenal, which is their next port of call. They are two wins away, and they keep on finding a way. They may not have played with their usual swagger lately, but they remain in pole position to reclaim the title, and could be 6 points clear again tonight. اهلا بحضراتكم من جديد في وقت سكر على قناه النادي الاهلي. اتكلمنا مع بعض طبعا على الدوري الانجليزي والكاس الانجليزيه، نتكلم على الدوري الاسباني واهم المباريات اللي موجوده وكواليس والاخبار. نبدا بمباراه برشلونه وطبعا ديبورتيفو الافيس، واللي برشلونه قدر ان هو يفوز فيها 2-1، واول مباراه لكوتينيو في الدوري. كوتينيو طبعا بدا في او لعب في مباراه الكاس، لكن اول مباراه لكوتينيو كانت في بطوله الدوري هي مباراه ديبورتيفو الافيس. طبعا هنتكلم على الاخطاء التحكيميه وبرشلونه والصحافه، وبتنتقد طبعا ان برشلونه خلال سنتين لم تحتسب عليه ركله جزاء، وان طبعا اهداف برشلونه مش بتبقى صحيحه. اكيد طبعا كل حاجه وارده في كره القدم، وده يعلمنا ان الحكام في أي حتة في العالم بيغلطوا، لكن إزاي ننتقدهم بشكل محترم وبشكل يكون مقبول. سواريز طبعا بينجح إن هو يعدل كفة برشلونة في طبعا الشوط أو بعد طبعا الشوط الثاني، لكن هنتكلم على إن برشلونة بعد طبعا فوزه على ديبورتيفو ألافيس إن هو دي المباراة 21 على التوالي لم يهزم، بواقع طبعا 18 فوز وثلاث تعادلات، وكده بيعادل سلسلة جوارديولا في موسم 2009-2010. برشلونة أكتر طبعا أكتر فريق في الموسم الحالي قدر يحصد نقاط بعد ما كان مهزوم مباراة طبعا ريال سوسيداد اللي كانت في أنويتا، واللي كان خسران 2-0 وقدر أنه يفوز 3-2، ومباراة طبعا ديبورتيفو ألافيس بعد ما كان خسران 1-0 وكسب 2-1، وبعد ما انيستا صنع هدف سواريز زي ما حضراتكم شفتوه، ده أصبح أكتر لاعب أن هو يصنع أهداف في الموسم ال 15 ليه في الليجا. يمكن انيستا تاريخ كبير جدا مع فريق برشلونة، واعتقد أرقام بتحطم بشكل كبير. أيضا سواريز بعد طبعا ما سجل هدفه اللي احنا شفناه، ان في اخر 7 مباريات في الدوري الاسباني سواريز سجل 10 اهداف، واصبح اول لاعب يعمل كده في 8 مباريات على التوالي في الدوريات الاوروبيه الخمسه. اكيد طبعا برشلونه اتكلمنا قلنا على ان الجدل التحكيمي اللي موجود وركلات الجزاء اللي مش بتتحسب عليهم، لكن هو ده حال كره القدم. نروح لمباراه ريال مدريد وفالنسيا، واللي انتهت بفوز ريال مدريد 4-1، واعتقد ان المباراه يعني ريال مدريد فاق رجع هيبته تاني. يعني ريال مدريد الفتره الاخيره كان مفرط بشكل كبير جدا في هيبته اللي كانت موجوده في الدوري الاسباني، لكن رونالدو بيعيد هيبه زيدان من اول وجديد، وبينجح ان هو يعني يقصوا على فريق فالنسيا 4-1. طبعا المباراه كانت في المستايا ملعب فالنسيا. فالنسيا يمكن بدا المباراه بتشكيل، يمكن انا شايف ان هو يمكن شكل يمكن يعني فالنسيا ما كانش التشكيل المتوقع. فالنسيا كان بيفكر في مباراه برشلونه في الكاس اللي هنتكلم عليها. فالنسيا عنده محتاج بعض التدعيمات اللي موجوده. هنتكلم على المباراه من حيث الارقام، ان طبعا الفريقين طبعا تواجهوا في 165 مباراه في الليجا. حقق ريال مدريد 85 فوز، فالنسيا حقق 44 فوز، التعادل كان في 36 مباراه. ريال مدريد سجل 305 هدف، فالنسيا احرزوا 205 هدف. زيدان لعب قدام فالنسيا 4 مواجهات، حقق الفوز في مباراتين وتعرض للهزيمه في مباراه، والثانيه طبعا المباراه الثانيه كانت تعادل. طبعا مارسيلان المدير الفني لفالنسيا طبعا لعب ضد ريال مدريد في 13 مواجهه، حقق الفوز في 3 مباريات، تعرض للهزيمه في 8 مواجهات، والتعادل كان في مباراتين. طبعا مارسيلانو وزيدان في مباراتين، طبعا زيدان حقق الفوز في مباراه وكان التعادل في المباراه الثانيه. بعد فوز ريال مدريد طبعا اللي حققه على حساب فالنسيا، اصبح ان بعد الفوز ده ان ريال مدريد حقق 1
وعشرين انتصار على كل ملاعب الليجا الأسبانية ما عدا ثلاث ملاعب بس اللي ريال مدريد ما قدرش ان هو يفوز عليهم، طبعا مونتيفيلي وبيزاخون وملعب واندا متروبوليتانو، وبالتالي ريال مدريد يمكن الصفقة مهمة جدا جدا وجت في وقتها، عندهم طبعا موقع مهمة جدا امام باريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج طبعا الاسابيع القادمة، وبالتالي نعتقد ان مستقبل زين الدين زيدان دلوقتي يعني اصبح في ايد طبعا فلورنتينو بيريز، لسه منتظر هو مباراة الشامبيونز ليج هيحدد بعدها هل هيستمر زيدان مع بعض التدعيمات اللي هتكون موجودة. زيدان يمكن بعض التقارير والصحف والجرائد كتبوا ان تعرض عليه 40 لاعب في فترة الانتقالات الشتوية والصيف، يعني من اول ما اتفتح او اول ما العقوبة خلصت، وزيدان رفض يتعاقد مع معظم اللاعبين اللي اتعرض عليهم واكتفى فقط باللعيبة ايه اللي موجودة حاليا مع ريال مدريد، وده اللي اثر عليه بعد طبعا ما شفنا عدد الاصابات اللي موجودة ومفيش استعانة باي حد من الموجودين على دكة البدلاء يكون بقدر المستوى اللاعيبة اللي موجود عليه داخل الملعب، وبالتالي ريال مدريد بيفوز على فالنسيا 4-1. مباراة اتلتيكو مدريد ولاس بالماس في طبعا بطولة الدوري، واتلتيكو مدريد بينجح ان هو يفوز على لاس بالماس 3-0 وفوز مهم جدا، واعتقد ان اتلتيكو مدريد هو اقرب نادي لبرشلونة حاليا في جدول، هو في المركز الثاني طبعا، ده الهدف الاول لاتلتيكو مدريد عن طريق طبعا جريزمان في الدقيقه 61، طبعا كان شوط اول او ربع ساعه من الشوط الثاني اتلتيكو مدريد ما كانش عارف ان هو يختلط دفاعات لاس بالماس، بعديها طبعا توريس بيجيب هدف في الدقيقه 73 وبيعزز نتيجه فريقه لهدفين مقابل لا شيء، عشان يختتم طبعا توماس بارتي بهدف في الدقيقه 88 واتلتيكو مدريد بيفوز فوز مهم جدا على طبعا لاس بالماس على ملعب واندا متروبوليتانو. وبالتالي اتلتيكو مدريد لما نتكلم على الدوري ونتكلم على ترتيب جدول الدوري الانجليزي، الان برشلونه في المقدمه 21 مباراه ب 57 نقطه، يليه اتلتيكو مدريد في المركز الثاني 21 طبعا لعب 21 مباراه عنده 46 نقطه، اما فالنسيا في المركز الثالث عنده 40 نقطه، ريال مدريد في المركز الرابع لعب 20 مباراه طبعا او عنده 38 نقطه، طبعا فرق كبير جدا ما بينه وما بين برشلونه، واعتقد ان المواجهه بقت شبه مستحيله، او يعني نقول ان 80% الليجا الاسبانيه بقت محسومه لبرشلونه، مش بس عشان برشلونه يمكن فايق وبرشلونه بيعرف يكسب، لا، ان ريال مدريد عنده بعض التخبطات اللي موجوده في مستواه الفني وموجوده ما بين اللعيبه، عندهم اصابات كتيره جدا، عندهم ان هم ما فيش تدعيمات في شهر يناير، وبالتالي ريال مدريد النادي الوحيد اللي في اوروبا اللي ما عملش اي تدعيمات في او من الانديه اللي ما قدرتش تعمل بعض التدعيمات اللي موجوده لصفوفه في خلال شهر يناير. كده يكون يعني خلصنا الدوري الاسباني، نروح لكاس اسبانيا ونتكلم على مباراه برشلونه وفالنسيا. طبعا كاس اسبانيا وصلت لمرحله الدور قبل النهائي، بيحصل مباراتين، مباراه على ملعبك ومباراه على ملعب الخصم، وبالتالي بتبقى مباراه ذهاب وعوده، فطبعا بتتحسب بحسابات جون خارج الارض، وبرشلونه بيفوز فوز ضعيف جدا وهزيل على فالنسيا 1-0. طبعا اكيد هنتكلم برضو على الحكام، واكيد هنتكلم على التحكيم ايضا في مباراه فالنسيا كان فيها جدل تحكيمي كبير جدا، لكن ميسي المنقذ اللي بينجح ان هو في الشوط الثاني يعمل اسيست رائع جدا للويز سواريز، اللي طبعا اللي انا شايف ان طبعا وجوده مهم جدا في برشلونه، وان قدوم جريزمان بيحط علامات استفهام بشكل كبير جدا، هل جريزمان هيقبل ان هو يجي في ظل طبعا تالق سواريز ان هو ممكن يفوت على مقعد البدلاء ويتم سياسه التدوير ما بين جريزمان وسواريز او عثمان ديمبلي او نتكلم على كوتينيا او بنتكلم على ابرز الاسماء اللي موجوده في برشلونه، لكن طبعا برشلونه لسه عنده مباراه مقبله الاسبوع طبعا الحالي او الاسبوع المقبل امام فالنسيا على ملعب المستاي، ودي اللي هتحدد مين اللي هيصعد للدور النهائي سواء برشلونه او سواء فالنسيا. طبعا 1-0 طبعا يكفي فالنسيا بالفوز 2-0 عشان يتاهل، او تعادل، او لو 1-0 لفالنسيا لو كسب طبعا، او لو كسب 1-0 بس هيتم طبعا احتساب وقت اضافي وركلات جزاء. برشلونه ايضا في طريقه ليه طبعا الثنائيه، لو هو طبعا قدر ان هو يحسم بطوله الكاس او يصعد للنهائي كوبا ديل ري، ايضا مع تصدره للدوري الاسباني بفارق النقاط الرهيب جدا مع ريال مدريد واتلتيكو مدريد وبعض وفالنسيا وغيره من الانديه المنافسه ليه، اعتقد ان هو هتكون ثنائيه محسومه لبرشلونه قبل ما نروح للتشامبيونز ليج ونشوف هل برشلونه هيقدر ان هو يكسب تشيلسي ويتخطى طبعا للادوار النهائيه ولا لا. لكن في نفس الوقت طبعا اللي كسبان من برشلونه وفالنسيا هيلاعب، وهنشوف دلوقتي قدام حضراتكم مباراه سيفيا
وليجانيس. ليجانيس قدر ان هو يقصي فريق ريال مدريد من بطولة كوبا ديل ري وينجح ان هو يفوز عشان يلاقي فريق اشبيليه، والمباراة تنتهي 1-1. ليجانيس كان بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، لكن اشبيليه مع مونتيلا اللي انا شايف قدر يعمل فرق كبير جدا مع اشبيليه بعد طبعا تعثره مع اي ميلان. لكن خليني اقول ان طبعا اشبيليه هو الاقرب، يعني بنتكلم على ورقيا ان اشبيليه هو الاقرب ان هو يفوز. طبعا اتعادل خارج ملعبه على ليجانيس، ليجانيس خصم مش قوي، يمكن كانت مفاجاه للجميع ان هو كسب ريال مدريد واقصاه من بطوله الكاس، لكن اشبيليه اعتقد على ملعبه قادر جدا ان هو يفوز على ليجانيس، وممكن يعني انا شايف ان هو طرف من الاطراف. طبعا مباراه ليجانيس واشبيليه هتكون طبعا الاسبوع المقبل ايضا في بطوله كوبا ديل ري. اعتقد ان اشبيليه ممكن نقول ان هو النادي الاول او النادي المتاهل الاول لبطوله النهائي كوبا ديل ري، وهيكون مستنيين مباراه برشلونه وفالنسيا. يعني خلينا نتفق ان بغض النظر عن برشلونه متفوق ولا لا في بطوله الدوري، لكن تبقى بطولات الكاس وبطولات النوك اوت بيكون فيها مفاجآت. تلعب طبعا خارج ملعبك مباراه فالنسيا اللي جايه، طبعا خارج ملعبك طبعا جمهور فالنسيا بيبقى طبعا مالي الملعب، فبالتالي كمان النتيجه 1-0 بس لبرشلونه على فالنسيا، فاعتقد نتيجه فقيره جدا. فبالتالي لسه هنشوف هل برشلونه هيقدر ان هو يكمل صحوته ويصعد لبطوله كوبا ديل ري للنهائي، ولا فالنسيا هيقدر ان هو يعوض طبعا اخفاق الموسم الحالي ويصعد للنهائي عشان يلاقي طبعا الكسبان من اشبيليه وليجانيس. وبالتالي كده خلصنا مع حضراتكم طبعا الدوري الاسباني وبطوله الكاس كوبا ديل ري. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم الدوريات العالميه. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في الجولة 22 من الدوري المصري على ملعب برج العرب. انتظرونا وتغطية خاصة لكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي الأحد الساعة 3 على قناة الأهلي. نلتقي بكم من مقر ملف كتابة بقناة الأهلي. كل حلقة هتلاقوا جديد، وكل حلقة هتلاقوا إضافات مختلفة جدا. احنا هنتحمل هذه المسؤولية. كنوز تحكي سر العظمة، سر عظمة الأهلي، سر بطولاته، سر إنجازاته. ده جه مع ريال مدريد، هتستنى كام سنة عشان تلعب على مناسبة زي دي مع بطل القرن الأوروبي؟ هو ده نادي الدولة؟ طب هو نادي الدولة منين؟ هل اتحاد الكرة هل هو حل للأزمة ولا تكريس للأزمة؟ سكوت الأهلي والتزامه بالمعايير الرياضية النظيفة والسليمة بيتهم غلط يا باشمهندس. لا احنا بنحضر عفريت ومارد مش هنعرف نصرف. صعب يكون موجود على مستوى العالم في نادي في الألعاب الجماعية الثلاثة خد الثلاث بطولات القارية اللي شارك فيها. ملك كتابة في الأوقات التالية على قناة الأهلي. تاريخنا ابتدى من هنا، مبادئنا وقوتنا وروح الفانيلا الحمراء
اتولدوا هنا، الأساطير خرجت من هنا. ونفعت السناجيل خطفها، جول بعيد ودخل الجول، خطفها منه طارق سليم، طويله قدام لمصطفى حسن. يا سلام، اعمل عباس مختار ومن عباس طويله عباس احنا ضد السيد يا زيدو. يلا زيدو، كفاحنا ابتدى من هنا وبقينا اكبر نادي في افريقيا. يا حلوه انت حكايه مش هتنتهي، احنا الاهلي اعظم نادي في الكون. اهلا بحضراتكم من جديد في برنامج جوه سكر على قناه النادي الاهلي. اتكلمنا مع حضراتكم على الدوري الانجليزي وبطوله الكاس الانجليزيه بطوله الاتحاد، اتكلمنا على الدوري الاسباني وبطوله كاس اسبانيا، لسه هنكمل مع حضراتكم وتكمله للدوريات العالميه وبطوله الدوري الايطالي الكالتشيو. الدوري الايطالي واحد من اعتقد الموسم الحالي واحد من امتع الدوريات، كل موسم كان ممكن يكون الصراع محسوم لفريق يوفنتوس، لكن نابولي الموسم الحالي بيبقى ليه وجهة نظر مختلفة. يمكن يوفنتوس، أعتقد أن يوفنتوس واحد من الأندية الإيطالية الكبيرة جدا اللي لما بتتعثر بتتعافى، وبعدين لما بيبقى موجود في المقدمة صعب جدا تنزل فريق يوفنتوس، وده اللي نابولي بيفكر فيه حاليا. نابولي دلوقتي في المركز الأول، يليه طبعا خلفه فريق يوفنتوس ونقطة واحدة فرق فقط لغير، وبالتالي نابولي مركز بشكل كبير جدا ان هو ما يخسرش اي نقاط. يوفنتوس ضاغط وراه، حتى لو يوفنتوس بيفوز بنتائج يمكن قليله جدا فيها الاهداف، لكن يوفنتوس عارف هو بيعمل ايه. يوفنتوس بياخد اللي هو عايزه باقل مجهود. ليه اقل مجهود؟ عشان عنده بطوله تشامبيونز ليج، عنده بطوله كاس، عنده ثلاث بطولات مشارك فيهم، فبالتالي عارف يوزع مجهوده على الثلاث بطولات. يوفنتوس اول مباراه يمكن بيلعبها امام كييفو كسب فيها 2-0، ممكن يكون مش المستوى المقنع اللي بنتكلم عليه مع يوفنتوس، لكن زي ما قلت لحضراتكم هو اخذ الثلاث نقاط باقل مجهود ممكن، وبالتالي أليجري بيثبت ان هو واحد من المديرين الفنيين طبعا المميزين جدا في الدوري الايطالي.
واكيد بدل ما بتكلم على الدوري الايطالي لازم اخد معايا على التليفون احمد غنيم الناقد الرياضي. استاذ احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في برنامج جوه الصقر. اهلا بحضرتك، اهلا بكل المشاهدين. ربنا يخليك احمد. يمكن بنتكلم على الدوري الايطالي، يمكن انا عارف ان انت راجل يعني مميز جدا في الدوري الايطالي وراجل ميلانيستا بتحب الميلان جدا، لكن خلينا نتكلم على اليوفنتوس وطبعا تاخره على نابولي بنقطه واحده. نابولي هو المتفوق عليه ومتصدر الدوري الايطالي. هل تعتقد ان نابولي قادر على انه يكمل في صداره الدوري الايطالي وان هو يحقق بطوله الدوري، ولا يوفنتوس هو اللي في الاخر هياخد المشهد وياخد بطوله الدوري الايطالي؟ في وجهه نظري انا شايف طبعا ان يوفنتوس السكواد بتاعته اقوى بكتير، لو نظرنا لقائمه يوفنتوس كاسماء اقوى من نابولي، ولكن نابولي واضح جدا حتى من رئيسه ديليرينتس كان واضح جدا من بدايه الموسم، قال لك احنا تركيزنا السنه دي كله هيبقى على المسابقه المحليه الدوري الايطالي، بدليل ان هو خرج مبكر جدا من الشامبيونز ليج، خرج من دور ال 32 وراح للدوري الاوروبي، بعكس يوفنتوس. يوفنتوس حلمه طبعا انه ياخد دوري ابطال اوروبا، بقاله سنين كتير جدا ما خدش دوري ابطال اوروبا، وعنده مباراه صعبه جدا قدام توتنهام في اخر الشهر ده باذن الله في دور ال 16، فده طبعا ممكن يدي يعني افضليه نسبيه لنابولي، ولكن يبقى السؤال هل نابولي بالسكواد الحالي قادر انه يكون يعني عنده نفس طويل ويقدر ياخد اللقب؟ يعني ما اعتقد من سنه حاجه و90 تقريبا ما خدوش اللقب خالص من ايام مارادونا، وده حلم جماهير نابولي كله. يوفنتوس عنده بعض المشاكل في وجهه نظري، ويمكن المشكله الرئيسيه هي ماسيميليانو أليجري. ماسيميليانو أليجري تحديدا في لغط كبير جدا حواليه مستقبله الموسم القادم، في كلام ان ممكن ريال مدريد يفكر في الصيف الجاي لو زين الدين زيدان تم اقالته او رحل او استقال. في بعض المشاكل، باولو ديبالا حتى قبل اصابته يعني بعد الفتره الحاليه ما كانش في مستواه، وكان في كلام كتير جدا عليه خصوصا من برشلونه، وفي كلام من مانشستر يونايتد. جونزالو هيجواين مستواه يعني الى حد ما مش ثابت، يعني شويه بيبقى ثابت وشويه بيبقى متراجع، مفيش حاجه ثابته. يوفنتوس عنده مشاكل ايضا في نص الملعب، يعني عاد برده مستوى بيان اتش ومستوى سامي خضيره. خط دفاع يوفنتوس تاثر بنسبه يعني كبيره برحيل ليوناردو بونوتشي الميلان، شايفين مهدي بن عطيه وجورجو كيلديني حتى الان، ويعني لسه مفيش انسجام، بدليل ان يوفنتوس فقد نقاط قدام فرق المفروض ما كانش يخسر قدامها، ودليل الحالي ان الفرق حاليا نابولي، رغم ان يوفنتوس كسب مباراه الدور الاول لكاس سان باولو بهدف جونزالو ايجواين، ولكن نابولي حتى الان هو المتفوق في الصداره. ولكن هو السؤال الرئيسي، هل نابولي عنده النفس الطويل انه يقدر يكمل لغايه نهايه الموسم؟ ده اعتقد هيجيب عن الاسابيع المقبله باذن الله. طبعا السيناريو يا احمد بيكون في الدوري الايطالي ان يوفنتوس يعني زي ما بنقول ان يعني قبل نهايه الموسم بعده اسابيع يوفنتوس بيكون حاسم اللقب. هل الموسم الحالي يوفنتوس او نابولي يقدروا ان هم يكملوا في الصراع ده لاخر نفس في البطوله؟ انا اعتقد ان الصراع هيفضل مكمل لغايه اخر نفس في البطوله، يعني ممكن قبليه باسبوعين، لكن الصراع هيفضل مكمل. انا المفارقه الغريبه جدا حضرتك ان الدوري الايطالي رغم ان منتخب ايطاليا مش هيشارك في كاس العالم، الدوري الوحيد حاليا من الدوريات الخمسه الكبرى اللي فيه منافسه شديده هو الدوري الايطالي. ركزنا في الدوري الانجليزي محسوم، كله بيكون محسوم ما عدا الايطالي بالظبط. يعني حضرتك رغم ان ايطاليا مش موجوده في كاس العالم، ودي من المفارقات الغريبه جدا يعني السنه دي، ولكن انا اتوقع ان التنافس هيفضل بينهم، مستغلين طبعا للاسف الشديد يعني بوجهه نظري، رغم ان انا طبعا منحاز لميلان وكل حاجه، ولكن انتر بصراحه بقاله شهرين ما بيكسبش، ودي مفارقه غريبه جدا، انتر ما بيشاركش في اي مسابقه بره، انتر يعني دوري وكاس، حتى قدام الكاس في ظل الظروف ميلان السيئه ميلان كسبوا في الكاس واخرجوا من الكاس، انتر تراجع بشكل مخيف جدا رغم انه كان اول كام شهر كان من ضمن المنافسين على اللقب. روما نفس القصه، تخبط شديد جدا في الميركاتو اللي فات، واضح جدا ان كان في تخبط في اداره روما، لعيب زي ايدن جيكو كان في كلام انه هيروح تشيلسي وبعد كده ما راحش. روما شبه يعني في وجهه نظري خسروا كتير جدا برحيل محمد صلاح، مش بقول كده عشان محمد صلاح لاعب اكيد طبعا لا مظبوط كل حاجه، لكن روما فعلا فقد قوه كبيره جدا برحيل محمد صلاح. بالنسبه لي من احد المفاجات الساره في الدوري الايطالي السنه دي لاتسيو، انا شايف ان لاتسيو معاه مدرب واعي جدا اسمه سيموني انزاجي، في ظل الامكانيات اللي معاه قادر ان هو يعرف يكسب المباريات، وقادر ان هو يكون متواجد حاليا في المركز الثالث، دي مفاجاه بالنسبه لي كبيره جدا. عنده لاعب قوي جدا في الهجوم اسمه تشيري ايبوفيلي، ده لعيب عالي جدا جدا، لكن للاسف هو مش واخد حظه، راح بروسيا دورتموند من كام سنه لكن ما كانش قادر ما كانش موفق. ده الشكل العام للمنافسه. ميلان بدا يعود مع
مع جينارو جاتوزو. طب هل احمد جاتوزو هو رجل المرحله الحاليه لاسي ميلان وبدايه الموسم القادم هيتم الاطاحه بيه والاستعانه بمدير فني جديد، ولا ممكن جاتوزو يوفق في نتائجه الموسم الحالي وبالتالي يكون هو مدير فني ميلان الموسم القادم ايضا؟ وجهه نظري جاتوزو هو رجل المرحله، جاتوزو رجل المرحله، ان لعيبه ميلان بصراحه شديده جدا مع مونتيلا، مونتيلا فرط العقد بشكل كبير جدا، ما كانش فيه سيطره خالص على اللعيبه، كان متمسك باستراتيجيه ان هو لازم يلعب بثلاثه ورا في الدفاع، رغم ان واضح جدا ان لعيبه تركيبه لعيبه ميلان الحاليه يعني خطه ان هم يلعبوا بثلاثه في خط الدفاع غير مناسبه ليهم على الاطلاق. انا شايف ان جاتوزو رجل المرحله حتى نهايه الموسم الحالي، حتى نهايه الموسم الحالي هو رجل المرحله. ميلان بنسبه يعني لا اعتقد لو استمرت تذبذب نتائج الانتر تحديدا وروما ممكن يقرب على فكره المركز الرابع وياخد مركز مؤهل لدوري ابطال اوروبا، او ممكن طبعا وده هيبقى مستواري مستبعد ان هو يفوز بالدوري الاوروبي ويروح يعني يروح من عن طريقه عن الشامبيونز ليج، ده سيناريو مستبعد. السيناريو الاقرب لو استمر تذبذب نتائج روما وانتر تحديدا ممكن، وطبعا لو في حاله ان تلاتسو تعثر في بعض المباريات ممكن ميلان بشكل ما يلحق المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا، لكن جاتوزو بوجهه نظري حتى نهايه الموسم الحالي فقط، وعلى اساسه بنبدا يتم التقييم هل هيتم التبديل لموسم اخر او هيتم الاستعانه بمدرب اخر. سامعين ان في كلام قوي جدا عن انطونيو كونتي، خصوصا انطونيو كونتي بيواجه مشاكل كبيره جدا في تشيلسي حاليا، في كلام قوي جدا ان هو يمشي اخر الموسم، فهننتظر ونشوف باذن الله. طيب يعني احمد عايز اسالك واقول لك، هل شخصيه يوفنتوس بتختلف عن انتر وميلان، خصوصا ان هم طبعا يمكن انديه قويه جدا، لكن ايه الفرق ما بين يوفنتوس وميلان وانتر؟ ميلان وانتر يا احمد يعني بيتعثروا، يوفنتوس بغض النظر عن تعثره الا انه بيعرف يلم نفسه، بيعرف ان هو يفوز، بيعرف ياخد اللي هو عايزه، بغض النظر عن اللعيبه اللي موجوده، لكن الشخصيه بتفرق في ايه بقى؟ يوفنتوس عنده ميزه مهمه جدا ان انيلي، عائلات انيلي عامله استقرار كبير جدا للملاك، عاملين استقرار كبير جدا للنادي، ما كانش فيه التخبط اللي موجود فيه الانتر والميلان، انتر والميلان حتى يعني فتره كام سنه يعني ميلان شهر ابريل 2016 اتباع ل مجموعة استثمارية صينية، كان في من سنة 2012 تحديدا لغاية ابريل الفريق ما كانش بيتضخ فيه اموال نهائيا خالص، سيلفا بيرلسكوني بيتعرض متعثر ماليا وكان عارض النادي البيع لغاية لما جه اشتريته المجموعة الاستثمارية الصينية، نفس الحال بالنسبة لمجموعة سونينج الصينية اللي اشترت نادي انتر ميلان، الفريق برضه بعد مرتب لما مشي برضه ملك النادي وكان هو صاحب طبعا اللي كان في عهد تم الثلاثية خدوا الثلاثية الشهيرة في سنة 2010 فضل برضه تخبط تخبط تخبط، للاسف برضه النادي عنده مشكله كبيره جدا ان هو ما قدرش يتم صفقات لا في الصيف اللي فات ولا في بالنسبه للانتر تحديدا لا يتم صفقات كبيره لا في الصيف اللي فات ولا في يناير اللي فات، لان النادي خايف من قائمين لوائح اللعب المالي النظيف. طب هل يا احمد ممكن ديجو سيميوني يكون موجود في الانتر الموسم القادم كمدير فني؟ ده حلم اداره انتر، ده حلم اداره انتر ان هم يجيبوا ديجو سيميوني، وهو سيميوني نفسه صرح قال لك انا ما عنديش اي مانع، لكن انا اعتقد ان سيميوني هو جدد عقده 2020 مع اتلتيكو ماشي، انت عارف ان العقد ممكن يعني الموضوع مش مرتبط بعقد، كمان سيميوني بيقدم موسم يعني هنقدر نقول ان هو موسم متوسط مع فريق اتلتيكو مدريد، وممكن يعني مش بينفذ نفس النجاحات او مش بينجح بنفس النجاحات اللي كان بيحققها قبل كده، فممكن اداره انتر تتواصل مع سيميوني الفتره القادمه وطبعا ويتم الاستعانه بيه، ولا انت شايف ان سباليتي ممكن يكمل مع الانتر الموسم القادم؟ انا بصراحه وجهه نظري بالانحدار الكبير اللي حصل في الشهرين اللي فاتوا، انا يعني حتى سباليتي بشكل عام يعني بصينا السي في بتاع سباليتي مع روما كان اخره بطولات كؤوس، هو راح الدوري الروسي وخد الدوري الروسي مع زينت، لكن الدوري الروسي في الاول وفي الاخر يعني بطوله مش قويه. انا شايف طبعا ان سيميوني هيبقى مكسب كبير جدا للانتر، وحلم جماهير يعني حلم جماهير الانتر وحلم اداره الانتر كل شيء، فزي ما انت قلت وارد الصيف الجاي ما تعرفش ايه ممكن يحصل، يعني كل شيء وارد. طب لو اخدتك يا احمد لكاس ايطاليا واتكلمنا على ان يوفنتوس كسب اتلانتا 1-0 لكن لسه في مباراه ثانيه، اي سي ميلان بيتعادل 0-0 مع لاتسيو، الغريب ان في بطوله الدوري اي سي ميلان كسب لاتسيو 2-1 اما في بطوله الكاس بيتعادل معاهم 0-0، هل لاتسيو وتعادله مع ميلان هو كان عامل حساب المباراه دي فبالتالي ما كانش محضر كويس لاي سي ميلان في الدوري، ولا اي سي ميلان كان طبعا قدر ان هو فنيا يتفوق على لاتسيو ويفوز عليه؟ انا في وجهه نظري بالعكس، انا شايف ان ميلان في الماتشين ما كانش واحد طبعا لما كسب ما كانش اكيد وحش. طبعا اكيد طبعا، وحتى في ماتش التعادل ما كانش وحش، ولكن لاتسيو انا زي ما قلت لحضرتك لاتسيو معاه مدرب كويس جدا اسمه سيموني انزاكي، مدرب واعي طبعا جدا جدا، مدرب عارف يستخدم الادوات اللي معاه، لعيب زي فليبي اندرسون لعيب كان نجم وكان من كام سنه مانشستر يونايتد كان عايز يشتريه ب 50 مليون يورو،
بيقعدوا دلوقتي على دكه البدلاء وبينزلوا ما بيلعبوش كاساسي، عارف ازاي يستخدم لعيب زي جوردن لوكاكو لان هو شقيق طبعا روميلو لوكاكو طبعا. عارف ازاي يستغل قدراته، نفس الشيء عنده تشيري اموبلي ده لعيب عالي جدا جدا، فهو عارف يستخدم الادوات اللي معاه، وبالتالي الموضوع ما كانش سهل. انا في وجهه نظري شايف برضه ان دوافع الكاس غير دوافع الدوري، دوافع الكاس اقوى بكتير، نفسه لو كسب ماتش مباراه لو كسب باي نتيجه في مباراه العوده هيبقى وصل للمباراه النهائيه وقدامه حلم انه ياخد البطوله، عارفين بس السنه اللي فاتت كمان وصل الفاينل لكن ما قدرش ياخد الكاس لانه اتغلب من يوفنتوس في الفاينل 2-0 السنه اللي فاتت، وبالتالي عنده طموح يعني طموح كبير جدا. طب مين يعني احمد مين اقرب، اي سي ميلان ولا لاتسيو في الفوز في المباراه الثانيه لبطوله الكاس واللي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب طبعا جوسيبي دي مياتزا؟ التوقع صعب طبعا، عشان اكون صريح معاك اتمنى فوز ميلان. انت طبعا ميلانيستا فاكيد هتقول لي ميلان طبعا. لكن لا التوقع صعب وفي وجهه نظري 50-50 يعني 50-50 ممكن اي حد في ميلان. يوفنتوس واتلانتا، هل تعتقد ان يوفنتوس حسم اموره على ملعبه 1-0 على اتلانتا، ولا اتلانتا ممكن على ملعبه يقلب الترابيزه على اليوفنتوس ويتاهل على حسابه لنهائي كاس ايطاليا؟ انا في وجهه نظري ان يوفنتوس هو الاقرب بنسبه كبيره جدا للوصول للمباراه النهائيه. يعني ده انا شايف كده ان يوفنتوس صار بوصول المباراه النهائيه نسبه كبيره ان شاء الله. يعني احمد غنيم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، اتكلمت طبعا في كل ما يخص الكره الايطاليه سواء في بطوله الدوري او في بطوله الكاس. يمكن الوقت طبعا بيجري مننا لكن سريعا اكيد هنتكلم على اخبار لعبتنا المحترفين، لكن قبل ما نروح لاخبار لعيبه المحترفين هنتكلم على الدوري الالماني سريعا. مباراه بايرن ميونخ وهوفنهايم، وبايرن ميونخ كانت مباراه قويه جدا. بايرن ميونخ بعد ما كان خسران 2-0 طبعا احرز 4 اهداف وكسب 4-2 مدرب هوفنهايم طبعا نانجلسمان، واحد عنده 30 سنه مدير فني فريق كبير في المانيا هوفنهايم. على فكره بالمناسبه طبعا الاتحاد الالماني بيجهزه، يعني كان في مقوله او في اقاويل بتقول ان طبعا نانجلسمان هو المدير الفني القادم لفريق بايرن ميونخ، لكن الاتحاد الالماني بيحاول ان هو يجهزه علشان يخليه المدرب او المدير الفني القادم لمنتخب المانيا. قبل ما نروح لاخبار لعبتنا المحترفين، يمكن كان في معانا 10 اهداف في الدوري الالماني، يمكن افضل 10 اهداف لو جاهزين معانا ناخدهم نستعرضهم على الساده المشاهدين، نروح نتفرج عليهم ونرجع نكمل اخبارنا واخبار اللعيبه المصريه المحترفه في الخارج. Is the only player over this. And with good reason. What an outstanding effort from Maximilian Arnold. Swerving into the top corner. Outstanding strike from Maximilian Arnold. Brandt. The cross comes Bailey's way. The backheel finish is outrageous. Oh, Leon Bailey. His campaign keeps giving and giving, and that is a piece of razor-sharp thinking and a superb goal for Leverkusen. That is the best of the lot. A young man who has got the lot. Take a bow, Leon Bailey. That's Bailey! Oh, what about that? Absolutely fantastic. From the wonder kid of Bayer Leverkusen, it's him again, Leon Bailey. Absolutely fantastic. Perfect opportunity for Rodriguez. And he's taken it with an almost slow motion strike that was absolutely perfectly weighted to avoid the keeper and hit the target. What a fine piece of free kick taking that was. Free kick. 39 minutes played. Jojic! What a goal! What a brilliant strike here from Milos Jojic! Sheer delight. With a right-footed cracker right out of the top drawer to make Köln's crowd go crazy. Pulisic nearly came up nice. Still has come up nice for Shinji Kagawa. And for the first time in 6 games, Dortmund score in the first half. Just the start they needed. More direct approach and Thomas Müller.
excellent finish by an all-level. And Thomas Müller is the sort of goal you tend to associate with him. Bayern finally packing a punch. Oh, well anticipated by Pedersen. That's one of the goals of the season if I've ever seen one! You cannot learn that kind of natural instinct. He knew where the ball was, he knew where the goal was, he knew where the keeper was. Fabulous, fabulous goal from Niels Pedersen. And it's again that massive gap that's opened up. Ribéry's allowed to run into it. Franck Ribéry hasn't scored this season. He has now. The mercurial Frenchman makes it two. Leverkusen punished for leaving too much room for the likes of Franck Ribéry. Here's Sabitzer. Well, that's neatly done. And Lima! And it's hooked in by Timo Werner! A new year, but the same old Werner. Goal after goal after goal. And he has once again made the difference for Leipzig, who have regained... اهلا بحضراتكم من جديد على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج وقت سكر، وبنتكلم على اخبار لاعبينا المحترفين في الخارج. اكيد عندنا لعيبه كتيره جدا محترفه في الوقت الحالي، سواء في الدوريات الاوروبيه او الدوريات طبعا العربيه، وكمان بعد اقتراب بطوله كاس العالم كل لاعب عايز يثبت نفسه وعايز يكون موجود ويلعب بشكل اساسي علشان يكون موجود في قائمه منتخب مصر في كاس العالم في روسيا. وانا شايف طبعا ان في واحد يمكن من اهم اللاعبين، ويعني مهاجم متميز جدا وممكن مش واخد حقه اعلاميا، لكن هو عاجبني اصراره وعزمته ان هو يكون موجود في الدوري البلجيكي. يمكن يعني زميلته في بعض الاوقات في الملعب، وكان شرف لي ان انا اكون موجود معاه، وهو واحد زي ما انا قلت من اهم المهاجمين المميزين اللي كانوا موجودين مع منتخب مصر، ولاعب ليرس البلجيكي الحالي كابتن دودو الجباس. دودو عمر حبيبي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ طمني عليك، عامل ايه في بلجيكا؟ اول على الباب، ربنا يخليك ان شاء الله تكون فاتح خير وكسر الدنيا ان شاء الله. ربنا يخليك. دودو، يمكن انت موجود حاليا في ليرس، عاجبني اصرارك، عزيمتك ان انت موجود، مش عايز ترجع، مكمل في اوروبا، ماشي بشكل كويس جدا مع ليرس في المركز الثاني، يمكن فارق نقطتين ما بينك وبين سيركل بروج. كلمني بقى عن الاجواء في بلجيكا، منتخب مصر، كاس العالم، ايه الاهداف الفتره القادمه؟ بص، هو انت عارف الحمد لله دي تقريبا الفتره الثانيه اللي هي في ليرس، كنت موجود قبل كده لعبت 4 سنين وانتقلت كذا حته ثاني، وكلموني ثاني السنه اللي فاتت ان انا ارجع، لانهم نزلوا الدرجه الثانيه وكانوا بيعملوا فرقه ان احنا نصعد ثاني، وانت عارف اوروبا غير طبعا، يعني لعبه في اوروبا حاجه ثانيه، وانا اي لعيب طبعا بيطمح على طول ان هو يبقى موجود في المستوى الاعلى اللي هو في اوروبا. يعني كلمني على ليرس، يعني اخبار ليرس يا دودو. يعني بص، احنا دلوقتي ماشيين تاني تمام. عارف انت بتكلمني دلوقتي، لسه الفرقه انت بتقول سيركل بروج الاول، لسه كانوا بيلعبوا النهارده، هم ماتشهم، احنا ماتشنا بكره تمام، هم ماتشهم النهارده ولسه متعادلين، اتعادلوا النهارده بعدهم 24 نقطه كده يعني. بالظبط، احنا بكره ان شاء الله، وانا بكره عندنا ماتش بالليل ان شاء الله باذن الله، يعني لو كسبنا هنبقى احنا الاول. انا موقوف بكره لان الانذار الخامس، انت عارف بعد 5 انذارات طبعا وقف، انا اخدت الانذار الخامس الماتش اللي فات، فانا عشان كده انا ظهران يعني، فاهم، ما عنديش ماتش بكره طبعا، فبكره ان شاء الله لو كسبنا احنا نبقى اول يعني، ولسه 3 ماتشات على الدور الثاني يعني، باذن الله غير ماتش بكره هيبقى لسه 3 ماتشات اللي يحدد مين البطل يعني. دودو، الموسم القادم هل ممكن نشوف دودو الجباس في الدوري المصري، ولا دودو الجباس مستمر مع ليرس او في الدوري البلجيكي؟ بص يا عمر، انا عادي بيخلص، انا خلاص اخر سنه في عادي، انا اعتبر من دلوقتي من اول يعني من يناير فري، فاهم؟ تمام. انا لسه الدنيا مش باينه، لان زي ما بقول لك احنا مش عارفين هنصعد ولا لا، لكن اللي انا يعني اكده لك ان احنا لو ما صعدناش غالبا مش هكمل يعني. طب هل في حد دودو بدا ان هو يتكلم معاك سواء في مصر او سواء في اوروبا؟ كان في اوريدي، انا كان عندي 3 عروض في مصر في يناير، في 3 فرق اتكلمت معايا في يناير، بس بيني وبينك انا قلت اكمل، لان زي ما بقول لك احنا بننافس على الصعود، فبالنسبه لي طبعا هدف كبير يعني ان انا ان شاء الله لو نصعد يعني، فقلت لا اكمل الموسم ده، ولو صعدنا ان شاء الله هشوف. طب هل ممكن اعرف مين الانديه اللي تفاوضوا معاك يا دودو؟
بص عمر ملهاش لازمه، لان فاهم ما دام ما خلصناش في حته يبقى ملهاش لازمه اتكلم على الفرق. تمام. يعني كان في ثلاثة عروض لكن ما حصلش نصيبي يعني، وانا بيني وبينك فضلت اكمل لكن انا دلوقتي بقول لك عقدي بيخلص، فغالبا يعني لو ما صعدناش هيبقى اتجاه ان شاء الله ان انا ادور على حاجه تانية او ان انا ارجع لفريق في مصر يعني. طب هل يعني طب بص يعني انا هسألك الموضوع شويه، هل ممكن مثلا انديه قمه مثلا، هل نادي المصري بورسعيدي بما انك طبعا يعني من بورسعيد ولاعب نادي المصري السابق، هل ممكن يكون في كلام ان لو دودو الجباس رجع مصر يبقى الاولويه النادي المصري، ولا ممكن دودو الجباس لو حد تاني كلمه من انديه القمه ممكن يكون موجود؟ بص عمر طبعا يعني انت عارف انا من ناشئين مصر والنادي المصري وماشيين مسيره كويسه بقى لهم كذا سنه مع الكابتن حسام، فطبعا ده رحليه يعني. لكن انا انت عارف انا دماغي انا لعيب محترف طبعا، هبقى فري بقول لك اخر السنه، فلو اي عرض هيجي لي طبعا المكان اللي انا حاسس ان هو احسن لي وهيفرق معايا في مستوايا وان انا ابقى موجود ومهم فيه هو ده اللي هبقى موجود فيه. هل دودو الجباس مظلوم اعلاميا مش واخد حقك في الاعلام زي باقي اللعيبه المحترفين، ولا وجودك في درجه ثانيه هو ده اللي بيأثر على وجودك في الاعلام بشكل عام؟ لو هبقى صريح معاك يعني شويه فاهم، انت عارف برضو يعني اللعبه ما بتبقى في الممتاز غير ما بتبقى في الدرجه الثانيه، دي نقطه. ثاني حاجه ليرس يمكن الفتره اللي فاتت عشان كان في لعيبه كتير مصريين بتيجي وتروح يمكن بقى الضوء الاعلامي عليه قليل شويه، دي حاجه يعني انا بيني وبينك انا بركز فيها لان انا بحاول اجتهد، وزي ما انت بتقول يعني لما واحد بيلعب ويظهر بصوره كويسه اكيد الناس بتتكلم عنه، لكن ممكن يكون زي ما انت بتقول صح المتابعه الاعلاميه في ليرس او في الدرجه الثانيه غير ما تكون يعني لعيب تاني بيلعب في ممتاز او ابن نادي كبير في مصر فبيبقى ليه متابعه اكتر من الجمهور، لكن دي حاجه مش بتضايقني يعني، دي حاجه طبيعيه وانا فاهمها يعني. دودو كاس العالم، قول لي على العلاقه كده اللي انت او الطموحات اللي انت بتامل ليها الفتره القادمه، وعايز اعرف شعور زمايلك بعد صعود منتخب مصر لبطوله كاس العالم بعد غياب طويل، هل بقى احتفلوا بيك واحتفلوا بصعود مصر كونك لاعب مصري كمان سابق في منتخب الوطني؟ طبعا يعني بص اول حاجه بالنسبه لي طبعا ده حلم وهدف مشروع يعني اعتقد لاي لعيب مصري، وده سبب من الاسباب ان انا رجعت اوروبا، ان انا كنت عارف ان انت لما بتبقى في اوروبا بتبقى اقرب للمنتخب شويه او بتبقى العين عليك ان انت بتلعب مستوى اعلى يعني من مصر. بالنسبه لي طبعا نفسي انا بجتهد الفتره دي عشان ابقى موجود، الحمد لله ماشي في صوره كويسه بلعب. هل في تواصل ما بينك وبين الجهاز الفني يا دودو في منتخب مصر؟ كان في تواصل من كام شهر كده، ما كابتن محمود فايز كلمني سأل يعني يطمن عليا ان احنا متابعين وشد حيلك وان شاء الله تبقى موجود وكده، كان من كام شهر كده، لكن يعني بقى لنا فتره ما اتكلمناش، لكن انت عارف ما كانش في تجمعات الفتره اللي فاتت، فيا رب ان شاء الله ان انا اوصل يعني اكمل على المستوى اللي انا فيه لحد التجمع الجاي، ولو في نصيب باذن الله ابقى موجود قبل كاس العالم او في كاس العالم. اكتر لاعب قريب لدودو الجباس من منتخب مصر؟ كتير يعني انا الشناوي قريب مني، انني بتكلم مع طول تريزيجيه حجازي كلهم يعني، الحضري طبعا كابتن الحضري، كل دول اللي بتكلم معاهم على طول وعلى تواصل مع بعض على طول. يا دودو الجباس اتمنى ليك كل التوفيق يا حبيبي ان شاء الله مع ليرس البلجيكي، وتكسبوا مباراه بكره ان شاء الله تصعدوا للدوري البلجيكي الممتاز ان شاء الله، كل التوفيق ليك يا دودو في الفتره القادمه. قبل ما نختم مع حضراتكم سريعا نتكلم على محترفينا المصريين في الخارج واخبارهم، نتكلم على تريزيجيه طبعا بيلعب في فريق قاسم باشا التركي، خسر مباراته الاخيره امام فريق بشكتاش 2-1 واحرز الهدف الوحيد لفريق قاسم باشا في المباراه، طبعا فريق قاسم باشا في المركز ال11 عنده 22 نقطه. احمد حسن كوكا لعب مباراه اخيره امام طبعا براغا، لعب امام ديسبورتيفو البرتغالي وبراغا كسب 2-0. احمد كوكا كان على مقاعد البدلاء، كان عنده اجهاد في عضله الضمه ولكن المدرب حب ان هو يكون موجود لكن ما يشاركش في اللقاء. طبعا براغا في المركز الرابع عنده 43 نقطه. عمرو رضا طبعا بيغيب عن فريق طبعا اتريموتوس اليوناني، كسب اخر مباراه امام فريق لاريسا اليوناني ايضا، وعمرو ورده ما كانش موجود طبعا كان بيأدي مناسك العمره. فريق عمرو ورده في المركز الرابع ب 37 نقطه. اما كريم حافظ في الدوري الدرجه الثانيه الفرنسي، خسروا 1-0 فريق لونس في المركز ال 16 ب 25 نقطه، كريم حافظ لم يشارك في المباراه.
طبعا اتكلمنا على رمضان صبحي واحمد حجازي وعلي جبر والنني ومحمد صلاح. نروح للاعبتنا المحترفه في الدوريات العربيه. مؤمن زكريا لو نستعرض ونشوف الهدف اللي جابه في مرمى طبعا الشباب كسبوا فريق الاهلي اللي بيلعب ليه فريق مؤمن زكريا كسب 3-2 كان متاخرين 2-0 وقدروا ان هم يكسبوا 3-2. مؤمن زكريا جاب هدف يمكن فائت قاتل جدا كان هدف التعادل بعديها طبعا بيجيب هدف الفوز لاعب نادي الاهلي في وقت قاتل في دقيقه 94 والنادي الاهلي بيفوز 3-2 على الشباب. النادي الاهلي السعودي في المركز الثاني 37 نقطه. اما طبعا يعني بنتكلم على شيكابالا والرائد السعودي بيلعب الهلال والرائد بيخسر 2-1. شيكابالا لعب المباراه طبعا. مؤمن زكريا نزل في الدقيقه 57 ما بداش المباراه. فانا شايف مؤمن زكريا يمكن في ماتشين جاب 3 اهداف اعتقد حصيله رائعه جدا لمؤمن زكريا وكالعاده متالق في الملاعب العربيه. الرائد والهلال طبعا شيكابالا بيلعب لفريق الرائد شيكابالا بيخسر 2-1 طبعا خرج في الدقيقه 73. فريق الرائد في المركز ال14 عنده 13 نقطه. اما طبعا الثلاثي يمكن ده هدف مؤمن زكريا الهدف الثاني زي ما حضراتكم شايفين في الدقيقه 86 كان هدف التعادل. طبعا مؤمن عارفين طبعا بيبقى يعني متحمس جدا في احتفالاته وواحد من اللاعبين المجتهدين اللي اعتقد ان شاء الله يكون ليهم مكان اساسي مع منتخب مصر في بطوله كاس العالم. لاعب مهم جدا ولاعب مفيد يمكن وجوده في ال 18 بيجيب اهداف بشكل رائع جدا. وان شاء الله في الحلقات اللي جايه اكيد طبعا هيبقى معانا كل حلقه ان شاء الله واحد من اللعيبه المحترفين المصريين عشان نتعرف منه على اخر الاخبار والاجواء اللي موجود. اما طبعا الثلاثي كابتن عصام الحضري وكابتن عماد متعب وكابتن مصطفى فتحي فريق التعاون بيكسب النصر 1-0. كابتن عماد متعب يمكن خرج في الدقيقه 87 طبعا احرز هدف وما تحسبلوش لكن الهدف كان رائع جدا جدا اكيد لازم نستعرضه امام حضراتكم. يمكن مصطفى فتحي بيغيب للاصابه اما كابتن الحضري لاعب المباراه بالكامل. فريق التعاون في المركز السابع عنده 24 نقطة. كهربا طبعا اتحاد جدة بيلعب أحد وفوز فريق الاتحاد جدة 1-0 على أحد وكهربا بيخرج في الدقيقة 87. فريق اتحاد جدة في المركز الخامس عنده 27 نقطة. ده الهدف طبعا هدف عماد متعب في الدوري لكن يعني ما اتحسبش هدف يعني لو كان اتحسب أعتقد كان هدف عالمي وهيبقى من اجمل الاهداف اللي كنا طبعا هنشوفها في الكره بصفه عامه. اكيد بنفتقد عماد متعب واحد من اهم اللاعبين في مصر وفي النادي الاهلي ان شاء الله يكون موجود في بطوله كاس العالم مع منتخب مصر وده كان يمكن اكتر حلم او اكتر حاجه اعتقد ان هي يكون عماد متعب يختم بيها مشواره طبعا الكروي مع منتخب مصر في بطوله كاس العالم. اكيد هنتكلم الحلقات اللي جايه كتير جدا على اخبارنا المحترفين لكن قبل ما اختم احب اشكر كل الناس اللي موجوده في فريق الاخراج طبعا محمد بيومي وبيب واحمد عادل واسلام عبقري واحمد مجدي وندى ناصر وعمر الغول. فريق الاعداد محمد قلبه ومحمد كمال واسامي احمد وفريق التصوير احمد علي وعم طبار واحمد محي وحسن الجيار وعلي وفي الانتاج علي سيد واحمد القصوره واحمد شركس. واشكر كل القائمين على العمل طبعا استاذ ايمن بدره استاذ عبد الله خاطر اكيد كل الناس اللي موجوده وشاركت على ان البرنامج يطلع في الشكل حضراتكم شايفينه. ان شاء الله يكون معانا جديد في الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من برنامج وقت سكر على قناه النادي الاهلي. نشوفكم المره الجايه وتصبحوا على خير.